جعلنا أغصانا مثمرة في الكرمى في الكرمى نحمل الرجاء وحب السماء فكلنا شركاء في الكرمى في الكرمى نرفع الصلاة لمليك العلا فهو رب الحياة الكرمى 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 أعزائنا المشاهدين أهلا وسهلا بكم في برنامجنا الأسبوعي كل يوم ثلاث قلوب لا تخاف وحلقة جديدة النهاردة مع البرنامج بتاعنا قلوب لا تخاف وبنعمة الله البرنامج بتاعنا هيكون أو الحلقة بتاعتنا النهاردة هتكون من أنت أيها الجبل العظيم. نشكر الله جدا لأن في الحلقة دي معانا ضيف عزيز على قلبنا جدا كلنا بنحبه ونشكر رب لأجل وجوده معانا في فترة الحصاد السنة دي في الست شهور دي القسيس أليكس حنا. أهلا وسهلا بيك حضرة القسيس. أنت مشرفنا ومنورنا ومتبركين بوجودك معانا في الكرمة وفي عيد الحصاد وفي الحلقة بصفة خاصة يعني. شكرا أختي سلوى. ربنا يباركك ويستخدمك أكتر وأكتر. فرصة سعيدة أرحب بيك والسادة المشاهدين وكل أحبائي في قناة الكرمة وبنشكر الرب لأجل خدمتك وصلاتك والبرنامج الرائع اللي بنستفيد منه كلنا. رب يباركك رب يباركك أسيس أليكس سعداء بيك جدا. شكرا. أعزائنا المشاهدين النهاردة هنتكلم على بعض الجبال اللي بتواجهنا كلنا يعني مفيش حد فينا خالي من أن يبقى فيه جبل قصاده وممكن شخص يبقى فيه جبل واثنين وثلاثة قصاده لكن بنعمة الله احنا النهاردة عايزين معونة خاصة من الرب عشان نتسلق الجبال دي وعلشان نعيش حياة انتصار وحياة بركة في اسم الرب يسوع. نفسنا نتكلم في الحلقة دي عن جبال نحتاج أن نتسلقها. أنا مش عارفة نوع الجبل اللي قصادك إيه واللي قصادك إيه، قد يكون جبل قد يكون اثنين قد يكون ثلاثة، لكن بنعمة الله الرب هيدي لك نعمة وهيدي لك قوة وسلطان أن أنت تعدي فوق المرتفعات وتمشي فوق المرتفعات وتقول مع حبقوق الذي يمشيني على مرتفعاتي ويجعل قدمي كالأيائل. الآية بتاعت النهاردة اللي هنتأمل فيها بنعمة الله في زكريا 4:7 بتقول من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا. هقولها مرة تاني، من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا. وحنسأل جناب الأسيس أليكس نقول له ادينا ضوء شوية على الآية، مين زربابل والجبل العظيم؟ هو زربابل كان مولود في أيام السبي، أو كلمة زربابل يعني ابن بابل، وكانت مشغولية قلبه هو واحد تاني اسمه شلتائيل ان هم يبنوا بيت الرب في وسط السبي بعد ما اخذت اورشليم واخذت اسرائيل واخذ الوطن، فكان امامهم جبال عظيمة. وفي ناس كتير نفسها تكون في خطة الله وتبني مع الرب، لكن جاله التشجيع الإلهي لأن الرب بيدينا الوعد في العهد الجديد وقال حيث أكون أنا هناك يكون خادمي. في جبال بتقف قدام الناس من كل نوع، لكن جاله الصوت من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا. رغم السبي ورغم الاحتلال ورغم الضعف ورغم كل شيء ضايع، لكن الرب يعطيه القوة أنه يبني بيت الرب ويكون يؤسس عمل الرب بقوة. فأكيد ده تم بعمل الروح القدس، تم بإعلان الله، تم بإيمان زربابل والذين معه اللي الرب قدسهم للعمل. أشكر الرب رب صالح. من خلال الجبال اللي الروح القدس هيحطها قدامنا دلوقتي أعتقد الظرف بتاعك وبتاعك لازم هيكون من ضمن أي جبل من الجبال اللي الروح القدس هيلمعها قدامنا النهاردة. أول جبل هنتكلم عليه بنعمة الله جبل أرارات اللي فيه نوح بنى الفلك ونجا من الطوفان. جبل أرارات بنعتبره جبل النجاة وده فعلا ليه معنى كبير في حياتنا. جبل أرارات زي ما احنا عارفين ان فعلا مكتوب كده في تكوين 6 بيقول الرب لنوح نهاية كل بشر قد أتت أمامي لأن الأرض امتلأت ظلما ها أنا مهلكهم مع الأرض. رب هيهلك البشر وهيهلك الأرض
ونهاية كل بشر قد أتت أمامي، لكن لأن نوح غالي على قلب رب جدا فرب قال له اصنع لنفسك فلك، ودخل نوح في الفلك وكان الفلك ده على جبل أرارات اللي هو جبل النجاة. جبل النجاة ده أول جبل هنتكلم عليه، جبل أرارات. ودخل نوح ودخل عيلته أولاده وعيلته ومن كل دواب الأرض ذكر وأنثى دخلوا معاه، والرب أغلق الباب بيده. رب اللي أغلق الباب مش نوح، عشان ما تسربش نقطة مية، عشان ما يجيلهوش أي أذى. فعلشان كده الرب قفل الباب هناك وأمطر على الأرض الرب مطر فظيع. فعلا كانت الأرض بيتفجر منها الماء والسماء بتنزل ماء وغرقت الأرض كلها، لكن نوح وأسرته ودواب الأرض اللي الرب أمر به لم يغرق ولم يصيبه أي أذى. أسيس أليكس، فلك نوح بيشير لإيه؟ هو النوح، فلك نوح بيشير إلى المسيح، فلك النجاة اللي فيه بنحتمي من الدينونة الحاضرة والدينونة القادمة. فمثلا نلاقي الدينونة الحاضرة لما بيقول له رأى الله الأرض إذ هي قد فسدت، لأن كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. وده بيورينا أن الجميع زاغ وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يفعل صلاح، ليس ولا واحد. حتى في متى 24 هنشوف أنواع من الدينونة اللي جاية على الأرض، هنشوف أنواع من الحروب، المجاعات، الزلازل، أمة على أمة، الأخ على أخيه، الإبن على أبوه، بيوت منقسمة على ذاتها، حروب وأخبار حروب. فالعلاج الوحيد للنجاة من كل الظروف المضطربة والأرض اللي في حالة غليان بدينونة الله اللي قاله الرب، قال إني مهلك، قال أنا مهلكهم مع الأرض، اصنع لنفسك فلك. وهنا ده إشارة إلى أن المسيح بنختاره باختيار شخصي، يعني يكسر في بلادنا كلمة قضاء وقدر، لكن الرب يسوع يقول إن أراد أحد أن يأتي ورائي، إن أراد أحد أن يتبعني فليحمل صليب. إذن اختيار إلى الله في خطة الخلاص هي بقرار بصنعه في محضر الله. وبعدين الفلك كان مطلي بالقار من الخارج، إشارة إلى المسيح اللي هو لا صورة له ولا جمال. فكلمة الصليب مرفوضة من ناس كتير لأنها عند الهالكين جهالة، لكن لما بنيجي للصليب ونختبر قوته ونختبر عمله، إن كان المنظر من الخارج زي القار أو الأسفلت بتاع الأرض بيشير للاتضاع، فده بيورينا أن الله هيرسي الفلك على جبل أرارات، بس جبل أرارات بيشير أيضا لاستقرارنا في السماء في المسيح، المكان الأفضل والثقة اللي بندخل بيها العرش نعمته. فكمان كان خطة الله بالنسبة لنوح نجاة عائلية ليه والأهله وولاده وبناته وأحفاده، وكان غرض الله الذي يعني لم يأتي ليهلك لكن أتى ليعطينا حياة، وأعطينا حياة أفضل، أنه بعد الدينونة ما استقرت وبعد ما الفيضان جه في كل اتجاه، كان العائلة الوحيدة اللي بتستقر وبتدخل في عهد جديد مع الرب هي عائلة نوح. فجبل أرارات بعتبره جبل العهد، بعتبره جبل النجاة، بعتبره جبل الشركة وجبل العلاقة مع الله. وهو عمل الفلك من ثلاث أدوار أو طبقات عليا ومتوسطة وسفلى، إشارة إلى استقرارنا في الآب والابن والروح القدس، وإزاي أنه المسيح نزل. نزل ليه؟ لأنه مش بنعبد إله عالي بعيد، لكن ليس أحد صعد إلا الذي نزل، فهو نزل للطبقة الأولى، نزل علشان يرفعنا ويصعدنا معاه في الروح القدس وإلى الآب في الطبقة الثالثة بيت الآب. هللويا، شكر الرب. يا سمعنا باستفاضة عن الجبل بتاع أرارات اللي هو جبل النجاة، لكن ده هيدخلنا الجبل تاني رائع جدا اللي هو جبل الجلجثة. جبل الجلجثة هو جبل المحبة الأبدية، المحبة الأبدية. بيتكلم عن جبل الجلجثة في مرقس 15:22، وجاءوا به إلى موضع الجلجثة الذي تفسيره موضع جمجمة. بيعلن عن إيه لينا جبل الجلجثة حضرة القسيس؟ جبل الجلجثة أو جمجمة اللي فيه أخذ الرب الدينونة عن نفوسنا. أولا على هذا الجبل قدموا للرب المر، والمسيح رفض المر لأنه
أخذ دينونة العالم كاملة. والمر إشارة إلى الشيء اللي ممكن الناس بتتجرعه وتشربه كل يوم. لما الرب قال ملعونة الأرض بسببك وطرد آدم وحواء، فالمر هو اللي بيقدمه الإنسان لأخيه الإنسان. فالمسيح في عطشه وفي تعبه حبه يقدمه لي خمر ممزوج بالمر أو الخل. فده إشارة إلى أنه نحن لا نتوقع من العالم الموضوع في الشرير، وألا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم ما عندوش شيء يقدمه غير المر. وعلى جبل الجلجوسة برضو بنجد أن المسيح صلب بين لصين، واتصلب بين لصين إشارة إلى أن كل من يحيط بالبر ويحيط بالرب يسوع أو كل من هم في العالم فهم خطاة. ولكن نظر العالم إلى المسيح فيه الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا. وكم من أناس بنسمعها يوميا بتسب وتهين وتشتم الذي لم يفعل خطية والذي لم يوجد في فمه غش، وتتهم المسيح باتهامات باطلة. لكن نشكر الله أنه أيضا على جبل جلجوسة تم رفع كل خطايانا، واتكلم المسيح وجرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظفرا بهم فيه. فعلى الصليب تمت المصالحة، على الصليب تمت النصرة، على الصليب أيضا بيقول لك نحن البعيدين صرنا قريبين بدم يسوع. على الصليب أو جبل الجلجوسة بالضبط سال دم يسوع وبحبره شفينا، خدنا الشفاء، خدنا الغلبة، خدنا الغفران، خدنا التحرير، وبعدين خدنا القوة، لأن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهو قوة الله الخلاص. وحضرتك بتتابع البرامج دايما بحب استعمل كلمة دم يسوع وصليب ربنا. وامبارح كانت أخت بتتصل من ألمانيا بتتكلم عن قوة الدم، من إزاي بنتها كانت مصابة بحساسية شديدة لفترات طويلة والدكاترة عجزوا عن العلاج، لكن مجرد ما طلبنا قوة دم يسوع وقوة صليب ربنا أخذت الخلاص وأخذت مع الشفاء. فالواحد لو قعد يتكلم على جبل الجلجوسة من هنا للصبح طبعا في كلام كتير عايزين جدا، سنين عايزين عشان نتكلم عن محبة الله. صح كده، زي ما قال لنا فعلا الأسيس أليكس ربنا يباركه، إن فعلا محبة الله عايزة سنين عشان نتكلم عنها. صدقوني ولو احنا هنلخص الإنجيل في آية هنقول يوحنا 3:16 هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. بمناسبة كلام حضرتك عن قوة الله وإن الله سحق إبليس في الصليب، كلمتني واحدة من كام يوم بتقول لي إن أنا عندي مخاوف وعندي رعب ومش بعرف أنام وبتخيل بتعابين وبترعب وحالتي حالة مش عارفة أعمل إيه. فكانت زمان اختبرت الرب وكده، وبعدين راحت حياتها أهملت في حياتها شوية بشوية بشوية لحد ما الدنيا تلخبطت معايا خالص. فأنا قلت لها على فكرة الرب انتصر لك في الصليب ولازم تنتصر بيه. فقالت لي إزاي، وكانت بتعيط وتعبانة. وبعدين قلت لها طب هاتي كوباية مية حطي إيدك عليها وتعالي نصلي. فقالت لي حطي إيدي عليها إزاي، قلت لها حطي إيدك عليها عشان الرب هيقيمك دلوقتي وهديكي نصرة في المسيح. فعلا أخت دي جابت كوباية المية وبكت وبكت ورجعت قدام الرب، والرب رد نفسها، ورب ادها قوة، ورب ادها سلطان، ورب ادها نعمة انها تتخلص من الحروب اللي إبليس فعلا تعبها بيها بشكل ومرر حياتها بشكل غير عادي. ونشكر رب ان الرب فعلا بعد ما صلت وشربت من المية الرب حررها واخدت سلام، والرب ادها قوة مرة تاني واقامها مرة تاني. ففعلا زي ما بيقول الكتاب وزي ما بيقول جناب الأسيس أليكس ان فعلا قوة الله للخلاص، فعلا كلمة الصليب دي عند الناس الهالكين جهالة بيجهلوا الكلام ده وبيتريقوا عليه، لكن نشكر رب عندنا نحن المخلصون هي قوة الله. فأنا عايزة أقول لك وأقول لك إن جبل النجاة هو جبل الجلجوثة، مش هيكون ليك نجاة إلا لما تعدي على جبل الجلجوثة وتستفاد من دم الحمل اللي مات من أجل خطايانا
وأقيم لأجل تبريرنا. وبعد ما الرب يطهرك ويبررك بدمه وتصير في المسيح خليقة جديدة، هتعبر إلى جبل تاني اسمه جبل الامتحان. جبل الامتحان لو نتذكر إبراهيم وجبل المرية، هنلاقي الرب هيجتازنا في امتحان عشان يشوف بنحبه من كل قلبنا ولا بنحبه بس علشان يدينا طلب معين وعشان يشفينا وعلشان ينجح الولاد وعشان يوسع في رزقنا وعشان يدينا أشغال. وبعد ما ننال ده كله ممكن نبعد، ممكن ننساه، ممكن نقول مشغولين، وممكن نبقى مش فاضيين. فالله بيمتحن قلبك وقلبك الآن، هل أنت تحب الرب لأنه أحبك أولا ولا بتحبه بس لأجل عطاياه؟ الكتاب بيقول نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. هنعدي بعد جبل النجاة على جبل المورية. قال الرب لإبراهيم كده في تكوين 22:2: بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم، قال ها أنا ذا. فقال له الرب خذ ابنك وحيدك الذي تحب إسحاق واذهب إلى أرض المورية واصعدوا لي محرقة على إحدى الجبال التي أريك. روح خد ابنك وحيدك الذي تحبه وقدموا لي محرقة على إحدى جبال أرض المورية. وهنا بقى يا حضرة القسيس عايزين نشوف هل هناك شخص في الجنس البشري يستطيع أن فعلا أنه يؤدي امتحان زي كده، أنه فعلا يبقى فيه امتحان قاسي زي كده يقوم به. يعني ده امتحان أنا لما بفكر فيه دماغي بتلف بصراحة، لأن إبراهيم ده كان شخص عظيم بكل المقاييس. يعني هو يعني إبراهيم بيسمى خليل الله، خليل الله أو صديق الله. فهو كان عنده ثقة بيقول عنها الكتاب هذه الغلبة التي تغلب العالم إيماننا. فكان عنده إيمان وثقة تطرح المخاوف. ففي ناس كتير يقول لك أنا الرب وعدني واداني وعود بس أنا مش شايف حاجة. الوعود ماتت والأمال راحت وكل اللي وعدني بيه الرب شايفه بيموت قدام عيني. كان جالي اتصال من مصر النهاردة برضو، إحدى الأخوات بتقول يعني أنا واخدة وعود كتيرة جدا بس ما فيش حاجة بتتحقق وما فيش حاجة بتحصل. ليه؟ لأنه إحنا مش بنحط عيننا على اللي بيحصل، أو إحنا في هذا العالم زي ما بيقول بولس كده يعني كان لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. إذا أنا في المسيح أنا في الخطة، إذا أنا في المسيح أنا في الوعد. علشان كده لما يتكلم الكتاب عن إبراهيم في عبرانيين 11 من صفة أبطال الإيمان أو شهود الإيمان، إن كان عينيهم على المدينة اللي خلقها وبارئها الله، لا كان عينه على ابن ولا كان عينه على ابنة. مش معنى كده ان احنا بنهمل في كده، لكن تحقيق المواعيد كلها يتم في المسيح. فبيقول في اليوم الثالث، يعني هو خد إسحاق قدامه وكان قدامه ثلاثة أيام إشارة الموت وقيامة المسيح، ورفع إبراهيم عينيه. فعجبتني الكلمة دي انه إبراهيم وهو معاه إسحاق ما كانش حاطط عينه على إسحاق، كان رافع عينه للسماء. ثلاث أيام بيجتاز في التجربة ابنه قدامه بس يعني إيه رفع. فأنا لا نشكر الله لأجل كل عطاياه. بيقول لم ندخل العالم بشيء ولا نخرج منه بشيء، بس وإسحاق ده اللي هو ابن المواعيد والأمل أنا عيني مرفوعة على الرب. وبعدين إبراهيم كمان في تقديم الذبيحة ما حبش يكون في أي معطلات، فبيقول قال إبراهيم لغلامي اجلسا أنتم ها هنا مع الحمار، لأنه أكيد لو شافوه هيمد السيف على ابنه، هقول لك يعني ده لا مؤاخذة حصل له حاجة منتل أو كده لازم نمنعه بالقوة. ما خدش حد معاه. وبولس بيقول يعني لما الرب أعلن لي عن خدمته دما ولحما لم أستشر وللوقت انطلق. وده بيورينا أنه الذبيحة اللي كان بيقدمها إبراهيم هي ذبيحة داخلية في رفع نظره للرب، في محبة الله أكتر من إسحاق، وبعدين في إيمانه لما كلم إسحاق إبراهيم أباه وقال له يا أبي، فقال ها أنا ذا يا ابني، فقال هو ذا النار والحطب ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم الله يرى لا الخروف للمحرقة يا ابني. وذهب كليهما معا حتى أتيا إلى الموضع وبنى إبراهيم المذبح ورتب الحطب. نلاحظ هنا أن كان إيمان إبراهيم أن الله
يرى الذبيح، يعرف صح. موقعه. فالناس اللي بتقول المواعيد راحت والمواعيد ضاعت وانا مش ممتلك حاجه، هل تثق ان الله يرى في وسط في قرارات صعبه الناس بتاخدها وفي ناس ضاعت منها ثروات وضاعت منها اموال وضاع منها كل شيء، لكن هل تؤمن برؤيه الله في وسط الضيق؟ هل تؤمن برؤيه الله في وسط الاحزان؟ نعم. وانه اللي الرب بيقول لك قدمه على المذبح وبمناسبه عيد الحصاد، يعني بنهنئ الكرمه وبنهنئ انفسنا بالعيد ده، وبنشوف انه رجال الله كانوا بيقدموا اغلى ما عندهم للرب. فياريت ان احنا نفتكر في عيد الحصاد نصلي ونعضد الكرمه ليها احتياج $750,000. ولولا ما قدم اخت سلوى ابراهيم اسحاق ذبيحه ما كانش ممكن يكسر ولا يملأ الارض، لان وعد الرب بالاكثار والتزايد وبنسلك يتبارك جميعا. طبعا صح. فلما بيقول له لانك لم تمسك ابنك وحيدك عني، مره تانية رفع ابراهيم عينيه ونظر اذا كبش وراءه. انا عاوز اقول ان كل واحد بيتخلى عن حاجه للرب ولا يمسك شيء عن الرب، الرب هيرفع نظره ويديله البديل في المسيح صح. يسوع أكيد. وهيجد الحل. كمان لما لم يمسك شيء وقدم على ابنه على المذبح، الرب وراه الكبش اللي يقدمه، دعا اسم ذلك الموضع يهوى يرى. يعني كان إبراهيم مؤمن برؤية الله حتى ساعة تقديم الذبيح، حتى ما كان بيمد السيف أو السكينة على ابنه كان يؤمن أن الله يرى. بعد ما حاول يقدم أحسن شيء في حياته، الرب قال له بذاتي أقسمت يقول الرب من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثير كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ الرحب البحر، وارث نسلك باب أعدائه ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت القول. أنا بشجع أعزائنا المشاهدين، الرب عاوزنا النهاردة ندخل بالإيمان لمحضره ونقدم شيء على المذبح، بس اللي قدمه إبراهيم الرب فداه والرب نجاه والرب كتره وملى به الأرض وحل كل مشاكله. وأنا بشجع أعزائنا المشاهدين لو عندك النهاردة أي مشكلة من أي نوع، تعالى على مذبح التكريس ومذبح العطاء وسترى تغيير. أمين أمين. معنا مكالمة. نورة من إنديانا، أهلا وسهلا بيكي يا أخت نورة، تفضلي. ألو. ألو، أهلا بيكي. ألو. أهلا. أيوة يا فندم، معلش لو بس الصوت بعيد شوية عني، فيعني معلش ممكن الصوت يعلى شوية. إحنا سامعين. إحنا سامعينك يا حبيبتي. أوكي، وأنا سامعة بس سامعة بسيط قوي. أنا سامعة الخط متقطع. أهلا وسهلا بيكي يا أخت نورة. إزي حضرتك؟ تفضلي. إزيك؟ أنا عايزة أكلم الأخ أليكس. أهلا بيكي أخت نورة. إزي حضرتك؟ أهلا وسهلا. أنا كنت أول مرة إمبارح أسمع حضرتك على قناة الشفا. أيوة. أوكي. أيوة. انا عايزه يعني طلب حاجتين. اول حاجه ان ربنا يثبت ايماني. ايوه. واقف مع المسيح. ايوه. تاني حاجه انا جوزي عنده مشكله في اللثه بتاعته، اديله كذا سنه او يعني كذا مره بيعمل عمليه فيها والقياده تفك، عمليه فيها والقياده في عمليه في اللثه. فانا واثقه ان ده مش بعيد على ربنا، لو احنا طلبناه ولو انتوا صليتوا معايا طيب. ربنا هيتمجد، وكمان يتمجد في انه يخش حياته ويمتلك عليا وعليه وعلى بيتنا، يبقى هو الاساس دي يعني. امين امين. طيب صلي معايا اخت نوره الساره دي والرب هيصنع فرح. انا الصوت بعيد فبعيد. طيب انا الصوت بعيد خالص عني. ممكن طيب. نتعبك تتصلي تاني لان الخط مقطع وانا برضو مش سامعاكي كويس، معلش تعبي وكلمينا تاني. انا سامع الكلام مقطع، الصوت بيقطع حبيبتي، اتعبي وكلمينا تاني. ماشي، صلي لك صلوه صغيره اسمها هو صلي لك القسيس أليكس حبيبتي. يا رب احنا بنشكرك من اجل اخت نوره، وبنشكرك يا رب من اجل اشواقها انها تعيش مع الرب. يا رب احنا بنثق انه في هذا اليوم يحصل خلاص ليها ولزوجها ولبيتها ولعائلتها. أمين. يا رب اذكر العمليه اللي يعملها جوزها. أمين. امر بالشفاء، وامر يا رب بلمسه قويه تخرج من دم يسوع وصليب يسوع. ربنا تغير الحياه وتشفي عبدك الى التمام. امين. بمناسبه قوه الدم، امبارح واحنا في عيد الحصاد كان بيتصل اخ اسمه عيسى
بيقول انا كنت داخل من الشغل في يوم يعني الساعة 2 الصبح تعبان جدا ومنهك جدا وما فيش اي قوة وحاسس انه يعني فاقد كل القوة، لكن وانتوا بتصلوا على التلفزيون انا حطيت ايدي على التي في وصليت معاكم وحسيت ان قوة الله خرجت وافتقدتني، ادتني حياة جديدة وادتني نعمة وجددت قوايا. والرب عاوز يبارك مشاهدين كتير النهاردة أمين. بلمسات إلهية شفية في يسوع. أمين 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 فعلا. إن كنت تستطيع أن تؤمن أمين. كل شيء يريد كل واحد واحدة فينا يحط 100 خط تحت كلمة كل شيء مستطاع للمؤمن. الرب فعلا عنده كل شيء ولا يعثر عليه أي أمر، لكن هو بيعطي الجميع بسخاء ولا يعير. بس زي ما هو بيدي لك هو عايزك تديله. أول حاجة عايزها منك قلبك. قال يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. اديله قلبك وأدخل في فلك النجاة واحتمي من خلال الصليب والجلجثة. ثق 100% أنه هيديك فوق ما تطلب وفوق ما تفتكر أيضا. أسيس أليكس، عايزة أسأل حضرتك ماذا يعني إسحاق بالنسبة لنا؟ إسحاق ابن إبراهيم ده يعني حاجة غالية قوي قوي، وهو اللي تبارك بنسله جميع قبائل الأرض. لكن إسحاق، هل كل واحد ليه إسحاق خاص؟ هو إسحاق بيشير إلى المسيح، إبراهيم بيشير إلى الآب السماوي ومحبة الآب، فإسحاق بيشير إلى الشخص اللي جه منه الرب يسوع اللي فيه تباركت جميع الأرض بمجيء ربنا يسوع المسيح. وفي نفس الوقت ما كانش فيه طريق للبركة إلا عن طريق الذبيح، لأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. لكن لا تستطيع، بيقول العهد القديم كان كل ما الواحد يقدم خطية أو يعمل خطية يقدم كبش أو يقدم خروف، فما كانش بيحصل فيه تطهير قلبي، لأنه لا دم كباش ولا تيوس ولا عجول يقدر يطهر الضمير. لكن بدم يسوع المسيح الدم الحي اللي اجتاز إلى قدس أقداس الله، دخل بدم نفسه مرة واحدة إلى الأقداس فوجد لنا فداء أبدية. نعم. فبعد ما وافق إبراهيم على تقديم إسحاق للرب فداه بكبش، جت كل أنواع البركات. فإذا كان الطريق أنه لإسحاق أنه تتحقق بركة عالمية وتنجو الأرض من الغضب، أنه يقبل يقدم حياته كمحرقة. والمسيح قدم نفسه حاجتين، قدم نفسه لله ذبيحة ومحرقة. الذبيحة دي إشارة إلى أجرة خطايانا، لأن أجرة الخطية موت، أما هبة الله فهي حياة أبدية. والمحرقة دي رائحة سرور، كان الشعب بيقدم محرقات في الأعياد وكان دلالة على السرور. فبعد الغفران والتطهير بيجي السرور والرب يطيب قلوبنا، لكن كله في المسيح يسوع، في التسبيح، في العبادة، في كل شيء في المسيح. رائع جدا. أخت نورة مرة تاني، أهلا وسهلا بيك يا أخت نورة، تفضلي أنت على الهواء. صوت كان وحش أنا أسفة. لا معلش ولا يهمك، تفضلي حبيبتي. أنا ممكن أصلي مع الأسيس أليكس؟ حاضر. قولي يا أختي نورة، يا رب يسوع، يا رب يسوع أملك على قلبي، أملك على قلبي، غير حياتي، غير حياتي، اغسلني بدم يسوع، اغسلني بدم يسوع، اعطيني خلاص المسيح، اعطيني خلاص المسيح، انا وزوجي واهل بيتي، انا وزوجي واهل بيتي. اؤمن يا رب. ايه؟ اؤمن يا رب، اؤمن يا رب بشفائك لزوجي، بشفائك لزوجي، وتحرير البيت، وتحرير البيت من كل خطيه، من كل خطيه، ونصير ابناء لله، ونصير ابناء لله. الرب يباركك يا اختي نوره. انا عاوزك انت وشريك حياتك تقروا كلمه الله كل يوم وتصلوا لاجل بعض، لان الكتاب بيعلمنا نصلي لاجل بعض بالكلام البسيط اللي احنا قلناه ده، والرب هيمد ايده في بيتك وهيطمنك على جوزك وهنسمع منك اخبار حلوه. امين. ان شاء الله هكلمكم اكيد، بس ربنا يتمجد معاه وموضوع العملية دي تخلص بسلامة ولسه يعني ترجع زي ما كانت وأحسن. أنا واثقة في يسوع أنه يقدر يغير حاجات كتيرة في حياتنا. أمين في اسم يسوع. إحنا هنصلي لك يا أخت نورة وبقي طمنين على أخبارك إن شاء الله بعد العملية. أوكي، هتصل شكرا. ربنا يتمجد معاك. أمين في اسم يسوع حبيبتي، ربنا يكون معاكي. شكرا لاتصالك. معنا الأخوة جيه من مصر، أهلا وسهلا بك يا أخوة جيه.
الو الو ايوه اهلا وسهلا. ان شاء الله هكلمكم اكيد بس ربنا. وطي التلفزيون، وطي التلفزيون من فضلك، وطي التلفزيون من فضلك يا اخواجي، واسمعنا من التليفون. الو ايوه وطي التلفزيون يا اخواجي من فضلك واسمعنا من التليفون. حاضر يا فندم. شكرا ليك. العفو. تفضل تحت امرك. تفضل. الو ايوه تفضل يا اخواجي احنا سامعينك. اهلا وسهلا بيكي. ممكن اكلم الاستاذ علي؟ اه هو سامعك. اهلا بيك اخويا. وطي التلفزيون لو سمحت. وطي التلفزيون يا اخواجي. وطي التلفزيون عشان مش قادر اسمعك. ايوه وطيت يا فندم. طب اتفضل. انا سامعك. اتفضل حضرتك على الهواء. ايوه انا معاك. اتفضل. انا وجيه من مصر. اهلا حضرتك. احنا متجوزين لنا اكتر من 12 سنه. ايوه. ولسه ربنا ما رزقناش باولاد، فيا ريت تصلي لنا. هو كان فيه قبل كده يعني حصل حمل وما كانش من نصيبنا، فيا ريت تصلي لنا حضرتك. أمين. ربنا يرزقنا باولاد. حاضر. اخ وجيه، تحب تصلي معايا تاخد يسوع؟ نعم. نصيبك. تحب تصلي معايا تاخد يسوع نصيبك، ويسوع يكون قائد لحياتك ويلمس جسدك وجسد مراتك؟ تحب تصلي معايا؟ يا ريت يا رب. طيب مراتك جنبك؟ اه. طيب تعرف تحط التليفون على السبيكر وتصلوا معايا؟ طيب صلوا معايا. طب وطي التلفزيون لو سمحت. وطي التلفزيون لو سمحت. وطي التلفزيون يا اخواجي. وطي التلفزيون عشان اقدر اسمعك. وطي التلفزيون. ايوه قول يا رب يسوع. الو يا رب يسوع. يا رب. طب وطي التلفزيون لو سمحت عشان. وطي التلفزيون يا حبيبي. طيب سمعني كده. الخط قطع. من فضلك كلمنا تاني يا اخواجي. كلمنا تاني من فضلك لان الخط قطع. بس بعد اذنك وطي التلفزيون لان في صدى صوت مش سامعينك. شكرا ليك. معنا الاخت ألفت من كندا. اهلا وسهلا بيكي اخت ألفت. الو سلام المسيح معاك. سلام المسيح معاك يا حبيبتي. اهلا وسهلا بيكي. ازيك يا سيس اليكس؟ اهلا اختي ألفت. ازيك؟ يا رب تكون فاكرني. فكرينا. معلش انا كل يوم اتصالات كتيره بس فكرينا بنفسك. انا اللي جيت لك من مونتريال وقابلنا في تورونتو. الرب يباركك. ايوه كده افتكرتك. اهلا بيك. يا رب يبارك عمرك انت... يا رب. انا يعني مشتاقه لصلواتك كتير. أمين. واشكر ربنا شكر عظيم لانه تمجد معايا في المواضيع اللي كنا اتكلمنا فيها. هللويا. تقريبا معظم الحاجه اتحلت. مجدا. وانا مشتركه مع الكرمه من محبتي فيها ومن محبتي اللي استضافتها. ايوه. لناس يعني بيكلموا باسم يسوع. هللويا. والعمل رائع وربنا يكمل. أيوة. وفعلا انا بنشد كل انسان في قلبه المسيح انه يدعم القناه دي لانها فيها صدق وفيها شفافيه ويعني فعلا بتلمس القلب والروح. هللويا. ودي مستاهل في زماننا ده نلاقي قنوات في يعني تلمس القلب والروح وتخلي الواحد يرفع عينيه لفوق. أيوة. ما يصورش مع الأحداث اللي بتحصل، ما بينفعلش، يعني بتدي راحة وسلام. هللويا. رب يبارك يا أختي. المسموم والأخبار اللي بتيجي في مصر دي. أيوة. رب يبارك. يعني أنا بحب القناة دي. وربنا يباركها ويبارك في صمويل ومنى والقائمين. شكرا. عليها والقائمين في خلف الكاميرات والطقم كله ربنا قوي ويسنده. ويعني انا مستمره معاها لاني فعلا بحبها. ربنا يبارك. وربنا يمد ايده معايا علشان يمد ايده مع ضعفي عشان اقدر بضعفي انا والفلسين ربنا يعمل عمل. لا يا حبيبتي ربنا, ربنا يباركك ويكافئك ويعوضك. هو لا ينسى تعب المحبه يا اخت ألفت. والمهم القلب المعطي. اهم حاجه القلب المعطي. أمين. ده الرب بيبص كيف نعطي. انا بايد حضرتك. الرب يباركك حبيبتي. انا ما معيش كتير بس قلبي حسسني قد ما ربنا هي نشكر يعني رب.
يا رب هيحط كذا زيرو جنب اللي انت حطيتيه. بيقدم الفلسين اللي انت بتحطيه، رب هيحط كذا زيرو جنبه. وانا طالبه منك، حاضر اصلي معاك يا اختي ألفة. لا صلي، لان ليا طالبه، في عندي ولدين داخلين مشروع جواز، طالبه ان انت من فضلك تصلي ان هم زي ما انت صليت ان امبارح، ان هو ربنا يديهم بنات من بنات ربنا. أمين. اللي تريح قلوبهم، لان ولادي انت عارف تعبوا كتير في حياتهم. ايوه، فنفسي ربنا يتحنن عليهم بزوجات صالحات. امين. تريح نفوسهم. اسمهم ايه يا اخت ألفت؟ ربنا يبارك. اسمهم ايه يا اخت ألفت؟ اسمهم ايه يا حبيبتي؟ بكل قلب. اسمهم ايه يا اخت ألفت؟ اسمهم ايه؟ ما تنسيش اختك لسه برضه موضوع الحاله النفسيه والدبريشن ده. حاضر. صلي من اجل ان ربنا يديني ابواب الفرج ويفتح الضيق، الاحساس بالضيق. اخواتك اسمهم ايه؟ اولادك اسمهم ايه؟ اخت ألفت سامعانا؟ سامعاني اخت ألفت؟ اولادك اسمهم ايه؟ الو؟ جايز يا رب رغم الضغط الضغوط اللي عليك، بس صلي لاجلك. صلي لاجلك. حاضر. هيصلي لك حبيبتي. ربنا يحررني ويفك اسري ويديني سلامه ومحبته. امين يا حبيبتي، هيصلي لك دلوقتي. ربنا يبارك حياتك ويخليك لينا. ربنا يبارك فيك. لقناه الكارما. ربنا يبارك فيك. الاخت المباركه اللي ماسكه البرنامج. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك في خدمتكم ويدي صبر. شكرا يا حبيبه قلبي. في اسم للامام في اسم حواتكم. امين. اسيس اليكس هيصلي لك يا حبيبتي. يا رب انا بشكرك من اجل اخت ألفت. يا رب انا بفتكر هي سافرت 4 أو 5 ساعات عشان تيجي تحضر النهضة. أنا بشكرك لأنك حررتها بالفعل يا رب من قيود كتيرة ومن آلام كتيرة. أنا بصلي بركة على حياتها وعلى حياة أبنائها، وكل عيلة بتشاهد عندهم أبناء أو بنات في سن الزواج أو على وشك الارتباط، أنه يا رب بنصلي أنك أنت تجمع شريك الحياة الصحيح اللي مكتوب ما جمعه الله لا يفرق إنسان. بصلي يا رب أنك أنت بالروح القدس تبارك شباب وشابات كثيرين ليجدوا شريك الحياة الذي رأسه المسيح، والذي يكون شركة النور مع النور وشركة المسيح مع المسيح، لا يدخل في وسطها بلعال ولا ظلمة. لا تسمح يا رب أن أحد من أبنائك أو بناتك يتزوج أو يرتبط بشخص غير مسيحي، لأنه مكتوب لي الحياة هي المسيح. يا رب بدونك لا توجد حياة. أنا بصلي يا رب أن كل الأبناء والبنات اللي بيشاهدونا الآن وليهم رغبة يا رب في الارتباط، أنك تباركهم يا رب بعمل قلبي وإرشاد سماوي وحكمة إلهية في اختيار أفضل شريك حياة. يا رب زي كان فايند ذا فيفر، تعمل معروف معاهم وتباركهم، وتبارك أختي ألفت وكل الأمراض النفسيين بالإحباط أو شيزوفرينيا أو أي أمراض نفسية. أشكرك يا رب لأن جميع المرضى شفيتهم بكلمة فمك، الكلمة التي تجلب الفرح والسرور والابتهاج. أمين. 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 الأخ وجيه رجع تاني. أهلا وسهلا بيك أخ وجيه من مصر. أهلا وسهلا، تفضل. أهلا بيك. أهلا بيك، تفضل، أنت على الهواء. أنا وجيه بخيت من أرض مصر أسيوط. أهلا بيك. صدفة حضرتك متجوزين من 12 سنة لسه ربنا ما رزقناش بأولاد. أيوة. فياريت تصلونا ناخد بركة الصلاة. أمين. وربنا يرزقنا بأولاد، وكان حصل حمل قبل كده وما كانش من نصيبنا. يا رب أنا بصلي من أجل الأخ وجيه ومن أجل يا رب كل عائلة تشاهدنا في حاجة إلى أطفال. نشكرك لأنه مكتوب البنون ميراث من عند الرب، وأيضا مكتوب أنك تورث محبيك رزقا. يا رب أعطي الميراث، وأعطي كما باركت إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأعطيتهم نسل يا رب كتراب الأرض وكرمل البحر. أنا أصلي أنك تفتح الرحم يا رب كما فتحت رحم حنة أم صموئيل وأعطيتها يا سيد الرب، وفتحت رحم سارة أن تبارك عبيدك يا رب وتعطيهم نعمة لكي ما تلمس أجسادهم ولا يكون عاقر في وسط شعبك، بل ينعم الجميع يا رب بأبناء وبنات في اسم يسوع. أمين. آمين. أمين. ربنا يباركك يا أخوي. أمين يا رب. إن شاء الله رب يتمجد ونفرح ونسمع أخبار حلوة إن شاء الله. أمين. رب يكون معاك ونطمن عليك دايما. شكرا يا عزيزي، رب معاك. شكرا. معنا الأخ هارون من العراق. أهلا بك يا أخ هارون.
الو الو، ممكن توطي التلفزيون يا هارون لو سمحت؟ وطي التلفزيون. وطي التلفزيون يا اخ هارون عشان نقدر نسمعك. تفضل حبيبي، تفضل، اهلا وسهلا بيك. الو، اخ هارون انت سمعنا؟ الو، اهلا بيك يا ست. اهلا وسهلا بحضرتك، تفضل انت على الهوا، تفضل. انا اتصلت بيك من شويه. ايوه مظبوط، اهلا وسهلا بيك. عايز اشترك. ايوه طبعا، اهلا وسهلا بيك القسيس أليكس، سامعك. ايوه، وخدت العنوان على مود اجز 400 دولار يعني. ربي يبارك حالتي شويه يعني. ربي يبارك. مريض بالقلب. ايوه ربي يبارك. نعم ايوه تفضل. ربي يباركك، سامعينك، تفضل. تفضل يا خارون. اهلا بيك. اتفضل القسيس أليكس، سامعك. اريد ابونا يصلينا. حاضر حاضر. هو عنده مشاكل ماشي في القلب. أيوة. واتصل وتبرع ب 400 دولار. حاضر. للكرمة. أيوة. بالعملة. أيوة. العراقية. سمعنا. ايوه. حاضر. انت سمعنا يا اخ هارون؟ اصلي معاك. الو، هلو، سمعنا؟ تليفون ما سمع. طيب نصلي لك. طب هنصلي لك يا اخ هارون، القسيس أليكس هيصلي لك يا عزيزي. الو. ايوه احنا سامعينك، انت سمعنا؟ انت سمعنا يا خارون؟ ما ادري اسمع الصوت. احنا سامعينك. الو، نصلي له يمكن. في مشكله في التليفون. يا رب. طيب. انا بشكرك من اجل اخويا هارون، يا رب بشكرك لانه زي ما ابراهيم ذهب عشان يقدم اسحاق على المذبح وباركته يا رب بركات لا تحصى، اشكرك لان هذا الشخص مريض القلب قدم 400 دولار وهو نحن نعلم يا رب مشاكل القلب التي بها قد يعجز عن الحركة، لكن نشكرك يا رب لأجل المرضى الذين يقدمون ذبائح، نشكرك يا رب لأجل كل شخص مريض بيتسابق في العطاء قبل السليم، أشكرك يا رب لأن أنت بتخجل الأصحاء والناس الأقوياء وبتجعل المرضى يقدمون من عمق احتياجهم. يا رب بارك الأخ هارون اللي أعطى حسب الطاقة وفوق الطاقة، باركه بالشفاء. وإذا كنا بنشوف مرضى القلب بيقدموا 400 دولار، اتحرك يا رب في الناس اللي لسه بصحتها ولسه بقوتها وبعافيتها علشان تقدم أضعاف اللي قدمه الأخ هارون. يا رب احنا بصلي من أجل كل مريض يشاهدنا الآن، لأجل كل شخص محتاج إلى لمسة إلهية، أن تفتح السماء يا رب وتأتي بنهضة روحية، نهضة شفائية وتحريرية. ونسمع يا رب أن الأخ هارون خلقت له قلب جديد لأنه لا يعسر عليك أمر. آمين آمين. ده شيء يعني يا أخت سلوى لما نسمع أخ مريض قلب، والعراق بلد فيها أزمات اقتصادية وأزمات من كل نوع. صح. وبيقدم 400 دولار ومال الأصحاء يعملوا إيه؟ أنا بشكر الله من أجل العطية المضحية. ما هو قال أنا إمكانيتي قليلة جدا. وإمكانيتي تعبانة، بس أنا ادخرت المبلغ ده، حوشته، وكل فترة حوش مبلغ أنا هبعته الكرمة. نشكرك يا أخ هارون وبنشكر محبتك وبنصلي لك. ربي يدي لك نعمة وغلبة على المرض، وربي يلمسك ويشفيك، وإن شاء الله المرة الجاية تكلمنا تقول إن الرب شفاني وبقيت إنسان سليم 100% يعني. أمين. هنرجع أحبائنا المشاهدين، هنتكلم تاني على موضوع الجبال التي يجب أن نتسلقها ونحتاج أن نتسلقها أيضا. اتكلمنا على جبل النجاة، جبل أرارات بتاع نوح، واتكلمنا عن جبل الجلجثة اللي فيه أعظم نجاة ظهرت للبشرية كلها عن طريق صليب الرب يسوع المسيح، واتكلمنا عن جبل امتحان بتاع المرية اللي الرب امتحن فيه إبراهيم. ونفسي أقول كل واحد ليه حاجة غالية على قلبه جدا قد تمنع البركة.
بركة عنك. أنا مش عارفة إسحاق الغالي ده ليه إشارات كتيرة. الأسيس أليكس قال لنا أنه بيشير للرب يسوع، ولكن في بعض الأحيان بيبقى شيء غالي على قلبي بعزه جدا جدا، ممكن بيعطل عني بركات كتير أو بيحوش عني رؤية حاجات كتير. ياريت ما يكونش إسحاق الغالي على قلبك ده المال، ما يكونش الشغل بيعطلك عن أنك تروح اجتماعات أو تقعد مع الرب أو تقرأ الكتاب، لكن رب عايز يمتحن قلبك. هل أنت بتحب الرب زي ما هو حبك وظهر محبته على الصليب، ولا محبتك ليه فعلا مش كافية؟ مكتوب كده نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. من الامتحان، جبل الامتحان بتاع المرية، هننتقل إلى جبل آخر وهو جبل القرار الحاسم، اللي هو جبل الكرمل، اللي إلي فيه عمل حدث عظيم جدا جدا. هنسمع إيه اللي حصل على جبل الكرمل، وإزاي إلي أخذ قرار حاسم عشان كل واحد واحدة فينا يبقى عنده القوة إنه ياخد في حياته قرار حاسم. تفضل حضرة القسيس، قول لنا إيه اللي حصل على جبل الكرمل وإلي عمل إيه؟ هي القصة موجودة في ملوك الأول 18. في ملوك الأول 18 يقول: بعد أيام كثيرة كان كلام الرب إلى إيليا في السنة الثالثة: اذهب وتراءى لأخاب فأعطي مطرا على وجه الأرض. يعني كان في بشارة خير، وكان في بشارة أنه يعني الرب اللي بيعطي الأزمنة المثمرة وهو اللي يعطي كل شيء، الرب جاي بخير ودايما بيتراءى للخير، لم يأتي ليدين لكن أتى عشان يباركنا ويخلصنا. فبيقول الوقت اللي جاء فيه، نلاحظ أن الله دايما في وقت الجوع وفي وقت الأزمات وفي وسط الضيقات بيعالج الأزمة بنبي، لا في لجوء لدولة أجنبية ولا في مساعدة إلا في كلمة الله. ففي وقت الجوع بيقول ده كان وقت جوع في السامرة. ففي وقت الجوع بيقول كان الجوع شديدا، يعني غلاء معيشة، أسعار عمالة ترتفع، حاجات صعبة جدا. وكيف يعني تم استقبال كلمة الله؟ بيقول كانت إيزابل قطعت إيزابل أنبياء الرب، وفي ناس يمكن سد ودنها عن سماع صوت الرب، مش عاوزة تسمع وبتستبدل ده. امبارح جالنا كده برير ريكويست، واحدة عاوزة تروح للصحراء والعرافين عشان تستشيرهم في المستقبل اللي بيركبوهم شياطين. فده اللي عملته إيزابل مرات أخاب اللي كانت الملكة في الوقت ده، بدل ما تسمع صوت الرب سمعت أصوات أنبياء البعل اللي مالوا المملكة بالعفاريت والشياطين. فبيقول الكتاب في الوقت دون راح إلي وقال: حي هو الرب إلهك، أنه اذهب قل لسيدك هوذا إلي، ويكون إذا انطلقت من عندك أن روح الرب يحملك إلى حيث لا أعلم، فإذا أتيت وأخبرت أخاب ولم يجدك فإنه يقتل. لكن القصة بتبدأ لما قال إلي: حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه، إني اليوم أتراءى له. ولما شافه أخاب ما اداش فرصة، لا، قال له أنت هو مكدر إسرائيل. فبدل ما يعترف بخطيته وبدل ما يرجع للرب ويقول فعلا الجوع ده بسبب خطيتي والضيق ده بسبب خطيتي، فوجه ليه اللوم وقال له أنك أنت مكدر إسرائيل. على إلي أنت مكدر إسرائيل، فلم أكدر إسرائيل بل أنت وبيت أبيك بترككم وصايا الرب وبسيركم وراء البعليم. ترك وصايا الرب، صار وراء آلهة غريبة. فالآن أرسل واجمع إلي كل إسرائيل إلى جبل الكرمل وأنبياء البعل 450 وأنبياء السواري 400 يعني المجموع كان 850، وكل دول مقربين للملك، الناس اللي بتلجأ للصحراء والعرافين. أنا آسف أقول لك أن نهايتك هتكون زي أخاب وإيزابل اللي لحست دماءهم كلاب الحقل أو ماتوا موتة شنيعة. فتقدم إلي إلى جميع الشعب وقال لهم: حتى متى تعرجون
بين الفرقتين. بنسمع المثل الشائع في بلادنا: سعى لربك وسعى لقلبك. أنا أروح يوم الحد الكنيسة ويوم الاثنين أروح أرقص، أروح أعمل أي خطية، أشرب كحولات، أسهر، ودلوقتي طالع في بلادنا يقول لك يعمل دماغ والكلام الفارغ ده كله. فإلى متى تعرجون؟ ما ينفعش. قال لهم: إن كان الرب هو الله فاتبعوه، وإن كان البعل فاتبعوه. فلم يجبوا الشعب بكلمة. الشعب محتاس، لا عارف يمشي ورا الرب ولا قادر، لا طايل الرب ولا طايل البعل. البعل ضيع كل حاجة، والأنبياء الغريبة ومحبة البال وشهوة البطن وتعظم المعيشة ضيع كل شيء. فقال إلي للشعب: أنا بقيت نبي للرب وحدي، وأنبياء البعل غير أنبياء السواري 800 كلهم 850. على فكرة دين الله ما هوش دين الأغلبية. الناس بيقول لك الشريعة تبقى تبع دين الأغلبية، وإحنا خاضعين لدين الأغلبية، لكن دين الأغلبية كان دين الشياطين، كان دين البعل، وكان دين السواري، وكان نسبة الديانة الحقيقية واحد قولي في 900 من 900 نبي موجودين في إسرائيل، 400 هنا و450 ما فيش غير واحد اللي بيعبد الرب اللي هو إيليا. إيليا تحدى كل الآلهة الغريبة اللي كانت في إسرائيل، وقال لهم: أنا هدعو، أنتوا تدعوا باسم إلهتكم، وأنا أدعو باسم الرب والإله الذي يجيب بنار، فهو الله. فأجاب جميع الشعب وقالوا الكلام حسن. أنا عاوزك تعمل اختبار بسيط النهاردة. لو أنت بتعبد حاجة غير الرب يسوع، أي إله أنت بتعبده، ادعي كده باسمه، شوف هيعمل لك حاجة، شوف يقدر يشفيك، شوف يقدر يحررك من خطية، شوف يقدر يغير سلوكك، يغير بيتك، يغير مستقبلك. لو الإله ده عبال تدعي باسمه وليك سنين وما نفعش، أنا أدعوك إنك تيجي للإله الحقيقي ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، وتعرف مكان البركة. وده التحدي اللي حطه إيليا قدام الشعب. فخد الطور قعدوا، لاحظ إنه هنا وهم بيعبدوا البعل وبيدعوا البعل عملوا ايه؟ انا هستأذنك بس ناخد مكالمة من السودان بعد اذنك. طب اتفضل. الاخ ستانس من السودان، اهلا وسهلا بيك، اتفضل. ايوه اخ ستانس اتفضل، انت على الهواء. اهلا بيك، اتفضل. مساء الخير. اهلا، مساء الخير. مساء الخير. اهلا بيك. مساء النور. اتفضل. معاك ستانس من السودان. اهلا بيك. دلوقتي احنا من السودان، لكن يعني انا متصل من جوبا، من جنوب السودان. اهلا بيك يا اخ ستانس. يعني انا كنت بتمنى انه كمؤمنين في الوطن العربي ومؤمنين في كل مكان نصلي من اجل السودان، لانه فعلا السودان محتاج للصلاه. ايوه صح، بشكل احنا في جنوب السودان. هنستغل يمكن يوم 9/7 الجاي، وواحد من الاشياء الكنيسه في جنوب السودان خدتها هو انه عاوزين نكرس هذا البلد الى أمين. الى الله. امين. يعني واحد من الاشياء احنا بنصلي من اجله هسه في جنوب السودان انه 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 الدوله يقام على عامده المسيح. امين. فإن دلوقتي عندنا مؤتمر بنقيمه في هنقيمه في جنوب السودان لتكريس الدوله الجديده. امين. لفتره من 30/6 ل 3/7. فانا بتمنى كل المؤمنين all around the world يعني يصلوا معنا من البلد الجديد. وبرضه مطلوب منكم في قناه الكرمه تصلوا من اجلنا، لانه احنا فعلا محتاجين الصلاه ومحتاج. امين. وبعدين العلاقه بين الشمال والسودان دلوقتي متوتره، يعني بين شمال السودان وجنوب السودان انتوا لو بتسمعوا الاخبار. ايوه طبعا عارفين. عايزين نصلي من اجل السلام. امين في اسم يسوع. امين. يعني سلام في السودان بشقيه الجنوب والشمال. امين يا اخ ستانس، الرب يباركك يا اخ ستانس. القسيس أليكس هيصلي لك حالا ويصلي لأجل جنوب السودان والعلاقة بين الجنوب والشمال في اسم يسوع. رب يتمجد معاكم، والرب فعلا يعلن حماية عليكم في اسم المسيح. تفضل حتى القسيس. يا رب بنشكرك من أجل إخواتنا وأحبائنا في السودان. يا رب بنشكرك لأجل فرصة إعلان اسمك وإعلان مجدك. يا رب أنت اللي بتقول للجنوب أعطي وللشمال أعطي أيضا. أنا بصلي يا رب من أجل تغيير الجنوب والشمال لمجد الرب يسوع. نعلن حماية الدم يا رب على أبنائك، والاستقلال يوم 6 أو 7 أنه يكون يا رب فتحة خير وبركة
لإعلان اسم يسوع الذي تكسو باسمه كل ركبة واعترف كل لسان في السودان أن يسوع هو رب لمجد الله الآب. أنا بطلب من كل السادة المشاهدين يتحدوا معنا ويرفعوا السودان، وإحنا واثقين يا سيد الرب أنك أنت ستخرج جددا وعتقا وستبارك يا رب أرض السودان بسكيب الروح القدس على أرض ناشفة وعلى أرض يابسة، ستصير مفاجر مياه بروح الله. يا رب بارك أرض السودان، وحد الشمال والجنوب في مخافة اسمك، وحدهم في اسم يسوع. إن كان في اختلافات وإن كان في قتل وإن كان يا رب في كراهية وبغضة، لكن يا رب أنت صلحت الاثنين وفيك يصير الاثنين في المسيح واحد. بدمك يا رب يصير البعيدين قريبين. نؤمن بسلطان دم يسوع ونعلن سلطان اسم الآب والابن والروح القدس على أرض السودان في الشمال والجنوب والشرق والغرب. أمين أمين أمين. معنا الأخت سناء من واشنطن. أخت سناء أهلا وسهلا بيكي. مساء الخير. مساء النور، أهلا بيكي. برحب طبعا، أنا بشكركم على البرنامج الرائع. أنا very new and very كتير جديدة على البرنامج. أهلا بيك. ورائع جدا. أنا بس watching it لثلاث أيام، ما بقومش عن التلفزيون. بشكركم خالص خالص. أنا بس عندي طلب بسيط يصلي لي القسيس. أمين. لأخوي عنده unexplained disease. ما حدش فاهم له، لا الدكاترة ولا حد. طبعا هو عنده آلام بالإجرين وبالإيدين وبالرقبة وبالظهر، ولهلأ ما مش عارفين شماله بالضبط. بمرة بقوله عندك مرض كذا مرض كذا، بس it's getting worse and worse and worse. عايش على الأدوية. فوق كل هذا عنده طبعا مشاكل عائلية، متطلق وعنده بناته يعني under his custody، والماما بتدير بالها عليهم and she's old. يعني الحالة كلها انه مش مضبوطة. بطلب صلاة خاصة جدا وترفعوا صلواتكم لو سمحتوا لأخوي لمشكلته بالذات الصحية تنحل. أمين. وبرضو إذا بضل عندكم وإذا تصلوا لي لإلي أنا إنه يعطيني ربنا ثمرة البطن. أمين في اسم يسوع. اسمه يا أخوك يا اسم يسوع. أخوك اسمه إيه يا حبيبتي؟ أخوي اسمه خضر. خضر. أهلا وسهلا. طيب أختي سناء، أنت أخذت يسوع نصيب وملك ورب في حياتك ومتأكدة أنه غفر خطاياك، ولا تحب تصلي معايا؟ أنا مؤمنة جدا بالمسيح، بس برضو بحب أصلي معك. طيب أختي سناء قولي له يا رب أشكرك من كل قلبي. يا رب أشكرك من كل قلبي لأنك غفرت خطاياي. لأنك غفرت خطاياي ومحوت كل ذنوبي. ومحوت كل ذنوبي وأعطيتني حياة أبدية. وأعطيتني حياة أبدية في المسيح يسوع. في المسيح يسوع. ألمس جسدي. I'm sorry. ألمس جسدي. ألمس جسدي. وزوجي. وزوجي. وأعطينا القدرة. وأعطينا القدرة. على أن يكون لنا. على أن يكون لنا. بنين وبنات. بنين وبنات. أذكر أخي خضر. وأذكر أخي خضر. أنا أؤمن يا رب. أنا أؤمن يا رب. أن قوة جروح الصليب. أن قوة روح الصليب. وقوة دم يسوع. وقوة دم يسوع. تلمس جسده الآن. تلمس جسده الآن. وتشفي من أثر المرض. وتشفي من كل الأمراض. وتعطيه الآن. وتعطيه الآن. حرية مجد أولاد الله. حرية مجد أولاد الله. بارك البنات. بارك البنات. واجعلهم يشبوا في معرفة اسمك. واجعلهم أن يشبوا بمعرفة اسمك. آمين. آمين يا يسوع. الرب يباركك يا أختي، وأنا حاسس كده في قلبي وأنا بصلي لك أن أنت هيكون ليكي دور مع بنات أخوك. ربنا عاوزك تعلميهم كلمته وتصلي معاهم وتشجعيهم، ومش عاوزك برضو تفقدي الأمل في أنه ممكن الزوجة ترجع. صلي لمرات أخوك أن الرب يهديها ويديها خلاص ويديها نعمة، وأنه يقدر يرجع العلاقات مرة تانية. يا رب ربنا يسمع منك يا أبونا. شكرا يا أخت سناء. ربنا يسمع منك. شكرا يا حبيبتي، شكرا لاتصالك، ربنا يباركك. معنا الأخت منى من مصر. أخت منى أهلا وسهلا بيك. ألو.
ايوه مساء الخير. اهلا مساء الخير يا اخت منى، اتفضلي. انا من المنيا. اهلا بيكي، اتفضلي يا حبيبتي. بطلب من القسيس يصلي لابني. امين. عنده ايه يا رب؟ ويصلي لبنتي، معاها طفل عنده متلازمه داون. ويا ريت دايما يذكره في صلواته ويصلي له النهارده. امين. اسمه ابرام. ابرام. حاضر. امين يا منى. امين يا اختي منى. امين. ويصلي لاخويا عنده فيروس سي. وعنده شوية تعب في الكبد لأنه هو بيشرب خمور وكده فمأثر عليه، وفي مشاكل عائلية بينه وبين مراته وكده. طيب. محتاج يرجع المسيح. تفضل حضرتك أختي منى. يعني لابد أنك أنت تبشري بمعرفة الرب، لأنه يقول إن رعيت اسما في قلبي لا يستجب لي الرب. لو صلينا لأجل الشفاء ولسه في خطية في القلب ما فيش سمع ولا استجابة، فلابد ان هو يتوب. يقول توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم وتأتي اوقات الفرج من عند الرب. ما فيش اوقات فرج من غير توبة ورجوع للرب. صلي معاك يا اختي منى. لكن انت يا ريت حضرة القسيس تصلي اهم حاجة لبرام. برام. حاضر. اي عنده متلازمة داون. طيب. وانت يا اختي منى مؤمنة حقيقية في الرب يسوع وقبلت عمل نعمته ولا لسه؟ الو، سمع القسيس. طيب. اليكس. أيوة. بيسالك بقول لك انت مؤمنه حقيقيه؟ ابرام ده طفل صغنن. لا انا. أيوة. بسالك انت خدت اختبار كده حياه جديده في المسيح وخدت نعمه من ربنا ومتاكده ان اسمك مكتوب في سفر الحياه الابديه ولا لسه؟ لا الحمد لله انا. طيب. مؤمنه بربنا. أيوة. وبيعمل معايا حاجات كتيره حلوه، بس طيب. انا بسمع عن حضرتك ان صوتك مسموع عند ربنا وكده، ف كلنا صوتنا مسموع. تقدر تصلي لنا لبرام والمجد. امين يا رب. احنا بنصلي من اجل ابرام والداون سندروم. بصلي يا رب من اجل كل الاطفال المعاقين ذهنيا او عقليا او نفسيا، او يا رب اطفال معاقين بسبب عدم اكتمال نمو. يا رب كل شيء مستطاع لدى المؤمن. يا رب احنا بنحط ايماننا في شخصك مش في انسان، ونثق يا رب انك خلقت كل الاشياء بكلمة قدرتك. يا رب كل الأطفال الذين يشاهدون ولديهم يا رب أي نقص أو أي عجز نفسي أو روحي أو عقلي أو أمين. يحتاجون يا رب إلى أعضاء أو يحتاجون أن تكمل يا سيد. أمين. الرب يا رب ما نقص. نحن نؤمن يا سيد أننا نستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوينا. اشفي إبرام وكل طفل نظيره يعاني من الداون سيندروم أو أي أمراض أخرى سيد عقلية أو ذهنية. يا رب أنا بصلي أيضا من أجل حياة الأخت منى، وبصلي يا رب من أجل الأخ اللي عنده فيروس سي، أنك أنت يا رب تباركه وتبارك حياته. الطفل اللي عنده داون سندروم وإبرام الأخ اللي عنده فيروس سي، أنك أنت يا رب تعطيله توبة عن الكحولات. أمين. وتوبة عن الخمور، وأنك ترجع نفسه إليك وتجعله يتوب ويرجع يا رب، وتبارك حياته. أمين. بخلاص بسم إلهي وشفاء من هذا الفيروس. أمين. 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 شكرا يا أخت منى على اتصالك. إن شاء الله كل حاجة هتبقى كويسة. ربنا يكون معاك ونطمن عليكي دايما حبيبتي. شكرا لك يا أخت منى. معنا بنت المسيح من بنسلفانيا. أهلا وسهلا بيكي. ألو. ألو. أهلا وسهلا، تفضلي. ألو. ألو. أيوة سامعينك يا حبيبتي، تفضلي. وطي التلفزيون عشان تسمعينا ونسمعك يا اختي. اخت بنت المسيح سمعنا؟ الو. وطي التلفزيون. احنا سامعينك يا روحي. ممكن توطي التلفزيون بعد اذنك؟ الو. وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون. الو. احنا سامعينك يا ماما، انت سامعانا؟ ايوه شغاله التلفزيون فمش سامعاها. يا ريت يا جماعه في اسم رب يسوع كده كلنا. Hello. قبل ما نتصل كلنا نوطي التلفزيونات. Oh علشان نقدر نسمعكم بسهوله بدل ما نضيع وقت في ان انتوا توطوا التلفزيونات. احنا سامعينك. Hello. اتفضلي. مرحبا. اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي يا حبيبتي. الو. مرحبا. اتفضلي. وطي التلفزيون يا اختي. انا سامعاكم بس ما بعرف مين ما يحكي. الو. ايوه احنا سامعينك، اتفضلي اتكلمي يا حبيبتي.
ممكن تتصلي مرة تاني بنت المسيح؟ بليز من فضلك اتصلي بينا مرة تاني علشان الخط وقع. وقبل ما تتصلي، أول ما تتصلي على طول وطي التلفزيون لو سمحتي. وكل السادة المشاهدين من فضلكم أول ما تتصلوا وطوا التلفزيون علشان نقدر نسمعكم بسهولة جدا. تفضل. طيب حاضر القسيس أليكس، معلش احنا برضو مش عايزين نفقد الموضوع بتاعنا. أيوه. عايزين نشوف ايه اللي حصل على جبل الكرمل. ايوه تفضل. بنشوف انه في جبل الكرمل الشيء اللي حصل، احنا وقفنا على موضوع إيليا لما صعد وكان في تحدي مع انبياء البعل. بعد كده بيقول ان كان الرب هو الله فاتبعوه، وان كان البعل فاتبعوه، وقلنا لم يجيب الشعب بكلمة. لاحظت انه الناس اللي بتتبع شيء غير المسيح بيعذبوا نفسهم وبيعملوا حاجات غريبه جدا. فاول حاجه لما قال ادعوا باسم الرب والاله، انبياء البعل اختاروا تور، كويس. اول حاجه كان بيعاني منها انبياء البعل او اللي بيعبدوا عباده غريبه انهم بيضيعوا وقتهم. ليه؟ لان من الصباح يقول لك ايه هنا، قربوا ودعوا باسم البعل، يعني قعدوا من الصباح للظهر يمكن صلوا 10 صلوات ولا صلوا 20 صلوة، وهو نفس الكلام معاد ومزاد ومكرر، يعني كان تكريس صلاة للبعل ده طول اليوم 20-30 صلوة وركعة وما فيش فايدة. يا بعل أجبنا فلم يكن صوت ولا مجيب. أعزائنا المشاهدين، ليه تمشي وراء إله لا يجيب لا يسمع لا يستجيب لمجرد انك عبد او وارث ديانه من اهلك؟ هل اختبرت في اي اختبار عملته للاله اللي انت بتسجد له وشفته بيعمل في حياتك حاجه؟ كان يتبعون انبياء البعل، اول حاجه عملوها ضيعوا وقتهم. تاني حاجه يعني البعل ده اذلهم، يعني لما اخذه بيقول لك كانوا يرقصون حول المذبح الذي عمل، عاوزينه يسمع باي طريقه. يا جماعه ما بيسمعش، ترقص ويعملوا له يعملوا تسبيح ويعملوا له غنى ويعملوا له ادعيه ويعملوا له. في ناس يجرحوا نفسهم. سمعت على فعلا بلاد يجرحوا نفسهم عشان الاله يسمع، وفي ناس يحطوا مسامير ويناموا عليها ويعوروا نفسهم علشان كده هيلاقوا قبول عند الاله بتاعهم. حاجه تزعل يعني فعلا. صح، وهو ده اللي حصل هنا. بيقول لك الناس ضيعوا بتاع 7-8 ساعات، والناس كتير بتضيع ساعات في الصلاة، لا إله لا يسمع ولا يستجيب. صح. قال لهم طب، بيقول لك سخر بهم إلي، قال لهم ادعوا بصوت عالي، ركبوا ميكروفونات علشان يمكن لو ركبتوا ميكروفونات في الشرق والغرب والشمال والجنوب الميكروفونات لا مؤاخذة إلها أطرم بعيد عنك، عاوز ميكروفونات وأصوات ومكبرات صوت. لأنه على عكس إلهنا، إلهنا بيقول لك ايه، اما انت فمتى صليت ادخل لمخدعك واغلق بابك وصلي لابيك اللي في الخفا، يعني من غير ما حد يسمعك، هو ولا محتاج ميكروفونات في كل اتجاهات ولا نصم اذان الناس، لكن لانه ما بيسمعش بيركبوا له ميكروفونات بقى. ده بيسمع انين الاسير. الاسير يعني غير كده. مره تانية اقول لك ايه، قبل ان ادعو يعني ممكن قبل ما انا مره كده في الشارع اختي سلوى ماشي كده، كنت هنا في كاليفورنيا وكنت في الكرمه، ف كان فاكر كان يوم الكريسماس فماشي ف انا كده يعني بهزر مش حاجه حقيقيه، بقول له يا رب طيب ما تبعت لي هديه كريسماس كده وانا ماشي كده، يعني مجرد بس بضحك مع الرب ده بجد بامانه. اختي سلوى، الاقي نفسي وانا ماشي في الشارع رجلي خبطت في لفه حمراء كده. يا سلام. لفه حمراء ملفوفه لفه كريسماس، وبفتحها لقيت فيها مبلغ حلو قوي. ولقيت بقول له يا رب انا بهزر، انا يعني مش بتكلم جد يعني. طب في اله اعجب من كده تمشي بس تقول له طب اعمل كده سوي تلاقيها تحت رجلك؟ انما للاسف الناس قعدت تعلي صوتها وهات ميكروفون يمين وشمال وشرق وغرب عشان يسمعوه في كل الاتجاهات، ما فيش فايده. فبيقول لك ايه، ادعو بصوت عالي لعله مستغرق او في خلوه أو يمكن سفر ونسي أو لعله نائم فيتنبه. طيب ليه أنا علي صوتي إذا إلهي ده
اللي خلقني وعرفني، وبيقول يعني لأرمية أنا عرفتك من قبل أن تولد، قبل ما صورتك في البطن عرفتك في الرحم، قبل ما خرجت من الرحم قدستك. هل أنا لما بروح أطلب حاجة من أبويا أو أمي في البيت لازم أزعق وأعلي صوتي؟ طبعا. ده حين ألاقيه هو كده بيقرأ عنيا وفاهم وعارف اللي جوايا، ويقول لي مثلا أنا عارف يعني أنت محتاج مصروف النهاردة، طب خد. هقعد أصوت؟ لا والله ده أب، أو الله ده إله حنين، عارف ولاده عايزين إيه. صح. ليه هنصوت؟ صح. وليه هنعلي صوتنا؟ مكتوب وليه الله يعلم أزل. أنكم تحتاجون إلى هذه. صح. كلها. بعد إذنك حتى القسيس معنا بنت الرب من أوروبا. الموضوع ده حلو، كنا عايزين نكمله بقى. أهلا وسهلا بيك، تفضلي يا حبيبتي. حبيبتي ربنا يباركك. أنا عابرة. أهلا وسهلا بيك يا روحي. حبيبتي ربنا يباركك. أنا عايزة ممكن أكلم القس؟ هو سمعك يا روحي، تفضلي. ربنا يباركك قس، أنا عايزك تصلي من أجل ابني. أيوة. أمين. ومن أجل عشان ابني مراهق. أيوة. ومن أجل جوزي. أيوة. أمين. ومن أجل بنتي ومن أجلي أنا عشان أنا بخدم الرب أرنم. أيوة. أمين. رب يبارك. وممكن أرنم ترنيمة صغيرة ولا؟ تفضل. تفضلي نسمعك. ربنا يباركك. تفضلي. بدخل عرش النعمة وبكتب نفسي أمامك ناظر ليك واسجد لك من قلبي وبطلب إنك ترفع نفسي ليك. بدخل عرش النعمة وبكتب نفسي أمامك ناظر ليك واسجد لك من قلبي وبطلب إنك ترفع نفسي ليك. أصلك سامع. سامع قلبي طارع، قلبي يشتاق لحضورك، المس روحي واشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك. أصلك سامع قلبي طارع، قلبي يشتاق لحضورك، المس روحي واشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك. هللويا. بدخل عرش نعمة وارنم تمتلي الكلمات تسبيحة ويفي قلبي لك يتكلم واقدم لك نفسي ذبيحة. بدخل عرش النعمة وارنم تمتلي الكلمات تسبيحة ويفي قلبي لك يتكلم واقدم لك نفسي ذبيحة. أصلك سامع قلبي طارع، قلبي يشتاق لحضورك، المس روحي واشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك. بدخل عرش النعمة واصدق اني وعودك يوم لذاتي واثق انها فيك تتحقق وتتمم قصدك في حياتي. بدخل عرش النعمة واصدق اني وعودك يوم لذاتي واثق انها فيك تتحقق وتتمم قصدك في حياتي. أصلك سامع قلبي طارع، قلبي يستاهل حضورك، المس روحي واشفي جراحي واكشف كل خبايا بنورك. أصلك سامع قلبي طارع، قلبي يستاهل حضورك، المس روحي واشفي جراحي واكشف كل خبايا بنورك. شكرا. حبيبتي ممكن مرسي جدا، صوتك رائع. مرنمة. صوتك رائع، ربي يستخدمك ويستخدم صوتك. عايز اقول لك يا بنت الرب انت عندك صلي من اجل عائلة عشان انا كلمت اخواتي عن الرب. امين. الو. ايوه انا معاكي. أيوة.
تفضلي. ربنا يبارك. وانا كلمتهم هم وافقوا وقلت لهم يعني عن ملك الملوك ورب الارباب الهنا الطيب. وانا يعني بحب الرب قوي من كل قلبي، دايما اصلي لكل المسلمين عشان انا مسلمه وكنت مسلمه كنت عامية والان افضل. الرب يبارك ملك الملوك ورب الارباب. هللويا. ممكن اقدم حضرتك تصلي لي دلوقتي ولا حاضر اصلي لك؟ بس انا عاوز اقول لك يا بنت الرب انت عندك موهبه حقيقيه. انت وانت بترنمي انا كياني كله تهز من ترنيمك. وانا عاوز اقول لك انه بالتسبيح اللي الرب اداكي اياه هتكوني زي داود كده، هتلاقي ارواح الشر رنمي لاهلك لان ارواح الشر هتهرب من قدامهم. وزي ما الرب اعطى نعمه لداود انه يكون عواد وانه من خلال العود والتسبيح مش عاوز اقول انهزم شاول، لكن فرح الرب هو قوتنا. فرح الرب اللي انت بتفرحي، افرحي في الرب كل حين واقول ايضا افرح. لو ما لقيتيش حاجه تقوليها لاهلك رنمي الترنيمه دي، رنمي التسبيح ده. انا بقول لك في قوه الهيه وفي مسحه سماويه، وممكن الرب بترنيمه وانت هتختبري وهتشوفي الايام دي بالتسبيح ده، مجرد ما ناس هتسمعه الرب هيغير قلوب وهيلمس نفوس ويديها حريه. يا رب انا بشكرك من اجل بنت الرب. احنا ما كانش عندنا فترة تسبيح وما كانش عندنا ترنيمة، لكن انت بعتها من أوروبا ومن أخت عابرة. أنا بشكرك من أجل كل العابرين، وبشكرك من أجل كل المسلمين اللي بتصلي لأجلهم يا رب، أنك تنير عقولهم وأنك تنقلهم يا رب من الظلمة إلى النور، وتأتي بيهم إلى ربنا يسوع. أذكر يا رب إخوة وأخوات بنت الرب اللي بتصلي من أجل أنهم يعرفوا اسمك وأنهم يأتوا للحياة الأبدية. النور الحقيقي اللي بينور كل إنسان أتى إلى العالم. يا رب أنر قلب عائلتها وكل العائلات التي تشاهدنا مسلمين ومسيحيين. يا رب أدخل فيهم بالنور الحقيقي الإلهي اللي يقشع الظلمة وينتهر الظلام. لأنه يا رب نشكرك، لأن قلت من يتبعني لن يمشي في الظلمة. نشكرك لأجل النور الإلهي السماوي، شمس البر والشفاء في أجنحتها، تأتي بالشفاء على الملايين الذين يشاهدون. تعال يا رب بشمسك، كانت الشمس الطبيعية تشرق على الأشرار والأبرار، ولكن شمس البر تغير من الخطية إلى بر المسيح. آمين. 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 ربنا يباركك ويديك نعمة. أشكرك جزيل الشكر. شكرا يا بنت الرب، متعتينا بترنيمك. ميرسي يا حبيبتي لاتصالك. الرب يستخدم الموهبة دي المجد وفي كل مكان. باي باي. شكرا رب معاكي. معانا الأخت غفران من ميزوري. أهلا وسهلا بيكي أخت غفران. ألو أخت غفران سامعانا؟ أيوة سامعاك. أهلا وسهلا بيكي، تفضلي حبيبتي. الله يخليكي يا رب. أهلا بيكي، تفضلي حبيبتي. بدي صلاة لابني فادي. فادي؟ ايه فادي. حاضر. عنده حاجة معينة؟ تعبان؟ عنده عملية بس لحد الآن ما محدديها، ومقدر وتعبان وشغل ما في. حتى مشاكل في البيت قاعد يعمل لنا. أري الصلاة له. عنده سنه قد إيه يا روحي؟ نعم. سنه كام؟ العملية افتاء. كم سنة؟ سنه كم سنة؟ عمره 27 سنة. 27 سنة. امين. اسيس اليكس هيصلي له حالا يا رب. الله يبارك فيكي والله يخليه ابونا اليكس. شكرا لك يا اخت غفران. يا رب. وبنتي ريتا امين. اعضائها كلها توجعها جسمها. حاضر. امين يا حبيبتي هنصلي. وتيسير نفسيته كلش تعبانه بالشغل، وشوي احنا طبعا عراقيين نفسيته كلش تعبانه من اللغه. جدا تعبان. حاضر. وين اللي لماما لو ادرس لو اشتغل، وتعرف مصاريف بامريكا. ماشي. طبعا طبعا. حاضر. يعني لو هاي لو هاي. وبنتي مريم للصلاة اريدها تحب الدراسة. مريومة ما تحبها، نفسيتها تعبانة. مش مشاكل بالبيت وهذا تعكس عليها تقعد تبكي. طبعا اي شيء يعني تدرس او في شيء اللي ما افتهم. حاضر. حنصلي لهم حبيبتي. أختي غفران. وبالنسبة لي أنا تعبانة وعندي عملية بالعمود الفقري. حاضر يا حبيبتي، ألف سلامة ليكي. طيب صلي معايا. صلي معايا. هيصلي لك الأسيس أليكس. نعم. قول له قولي له أشكرك يا ربي يسوع. الله يبارك يسوع. لأنك سميتني غفران. يا. أعطيتني الغفران. أعطيني غفران. خطاياي. خطاياي.
اغفر خطاياي، اغفر خطاياي بدم يسوع، بدم يسوع حررني من كل خطية، حررني من كل خطية، واكتب اسمي في سفر الحياة، اعطيني من سفرة الحياة. انا اؤمن يا رب، اؤمن يا رب، يا رب اؤمن يا رب انك تشفي فادي، ابني فادي، وتبارك بيته، وبارك بيته يا رب. بصلي ايضا من اجل ريتا، من اجل ريتا، انك تعطيها شهية للدراسة، اعطيها شهية للدراسة، وانك بدل الدموع والبكاء، صح البكوء والدموع، بدل الدموع والبكاء تعطيها روح فرح وتسبيح، فرح وتسبيح. امين 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 امين. شكرا. اتصلك يا اخت غفران، ربي يكون معاك يا حبيبتي. هناخد المكالمه الجايه وهنرجع الحلقه بتاعتنا شويه. الاخت ميرفت من السودان، اهلا وسهلا بيك يا اخت ميرفت. يا ريت توطي التلفزيون لو سمحتي، وطي التلفزيون عشان نقدر نسمعك. أيوة. كويس، وطي التلفزيون يا اخت ميرفت بعد اذنك. اتفضلي يا روح. حاضر حاضر. شكرا، ميرسي يا حبيبتي، اتفضلي، اهلا وسهلا بيك. الو، اتفضلي سامعينك يا روحي، اتفضلي. ايوه انا 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 ميرفت من السودان. اهلا وسهلا بيك. انا طالبه صلاه لبنتي، عندي بنتي في ثانويه عامه. امين، نصلي لها. الو. ايوه معاك، سامعينك يا اخت ميرفت، اتفضلي. انا عندي بنتي في ثانويه عامه. ايوه. وامتحنا النتيجه بتاعتها بعد بكره. امين. حاضر. النتيجة بتاعتها بعد بكرة، ف يعني طالبة صلاة من أجلها. أمين، في اسم يسوع رب يكرمها. أسيس أليكس عندي أخويا لله. طبعا فضلي. عندي أخويا في روسيا، طالبة صلاة من أجله، لأنه عنده كان زي جلطة في المخ ومؤثرة شوية. أوه. على رجله وعلى لسانه. ألف سلامة لي، ربنا يلمسه ويشفيه. حاضر، ربنا يلمسه يا رب. بعدين أنا كنت اتكلمت في البرنامج على إنه أنا عايزة أقدم تبرع للقناة. ربي يبارك. بس إحنا مش في الخرطوم، إحنا في بلد اسمه عطبرة. في عطبرة. أيوة. كلم الكنترول روم وهم يقولوا لك إزاي تقدر توصل التقدمة من السودان للكرمة. وأنا بشكر الله لأجل السودان اللي بتدخل شريكة معنا. امبارح كان معنا نيجيريا. وأنا عاوز أقول لك يا أختي ميرفت إن العطية اللي بتقدميها في قناة الكرمة بتتحول لصلاة والطلب لأجل أهل السودان، وبتمكن القناة إنها تخلي الصلاة مرفوعة 24 ساعة، وهو ده طريق التغيير للعالم كله، إنك بتباركي بلدك بالتقدمة اللي أنت بتقدميها للكرمة، لأن دي قناة مصلية وقناة بتجاهد مع كل الشعوب والنفوس على إنها تغير العالم بكلمة الله والصلاة. فأنا بقول لك إن شاء الله، يعني ده استثمار لبلدك. أنا طالبة صلاة للبنت اللي هي يسمع يوليانا دي، اللي ممتحنة عندها مشكلة في الأذن الوسطى. حاضر. بتدوخ طوالي وتقع، وهي صغيرة في السن طبعا، فأنا طالبة برضو صلاة من أجلها. حاضر. أصلي لك يا أختي ميرفت، يا رب احنا بارك شعب. كتر خيركم إن شاء الله، ربنا يكافئكم ويديكم كل خير يا رب. شكرا. نصلي معاك يا أختي. يا رب احنا بنبارك شعر السودان، شعب السودان اللي باركنا النهاردة يا رب بطلب صلاة وبتعضيد العمل في الكرمة. يا رب اعتبر، أنا بسألك أنك تستثمر هذه العطية اللي بيقدموها لقناة الكرمة من عطبرة من السودان يا رب، أنها تكون سبب خلاص وسبب شفاء باسم يسوع المسيح لكل أهل بيت الأخت ميرفت. يا رب أنا بصلي من أجل بنتها والثانوية العامة، الاستثمار اللي وضعته اليوم يا رب في قناة الكرمة يرجع بنتائج هائلة لبنتها، وتديها يا رب مجموع بتفوق غير عادي، وتدخل الكلية. أمين. يا رب. أمين. اللي انت بتحددها واللي نفسها فيها. انا بصلي يا رب من اجل روسيا ومن اجل جلطة في المخ، انك انت تشفي يا سيد الرب هذه الجلطة وتعيد القوة على الحركة. بيك نحيا ونتحرك ونوجد. يا رب أنا بصلي أيضا من أجل مشكلة الأذن الوسطى. نشكرك يا رب لأنك أنت اللي فتحت الأذان، وأنت اللي فتحت العيون، وأنت يا رب وعدك أنا هو الرب شافيك. يا رب أنا بصلي لأجل كل مرضى الأذن، بصلي لأجل كل مرضى الأعصاب، كل من لديه جلطة أو شلل نصفي أو شلل كامل أو شلل أو عدم قدرة على الحركة في أي عضو،
لتخرج قوة اسم يسوع شافية ومطهرة لكل شخص على ويل تشير وشخص لا يستطيع الحركة. قوم باسم يسوع قل أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوينا. مرضى الجلطات، إذا جلطة في رجل، جلطة في مخ، جلطة في أي مكان، تزول كل الجلطات في قوة دم يسوع الشافي الذي سال شافيا مطهرا لنا من كل مرض وخطيئة. آمين. ربي يباركك أختي بيرفت. شكرا. الله يباركك أنت يا قسيس. إن شاء الله ربنا معاكم ويقويكم. القناة دي قناة جميلة جدا. شكرا يا أخت ميرفت. وإحنا بنبسط فيها خالص، بتقوينا إيمانيا وبتنعشنا كده صدقني، بنحس إن إحنا بنتغذى بيها. ربنا يباركك يا أخت ميرفت، إحنا سعداء باتصالك. ويبارككم صدقيني. ربنا يباركك ويبارك كل السودان، بنصلي لأجل جنوب السودان، ربي يباركك. صلاة خاص من أجل السودان. اسم يسوع بنصلي لكم. أمين يا حبيبتي. أمين أمين، بنصلي لكم في اسم يسوع. رب يحسن إليكم ويساعدكم. شكلنا كده الحلقة دي هنخلصها في حلقتين كده يا عبد القسيس. معانا اتصال من بان في كندا. أهلا يا أخت بان، تفضلي أنت على الهوا. ألو ألو يا أخت بان. ألو. أيوة تفضلي يا روحي. مرحبا. أهلا بيكي. مرحبا بيكي، تفضلي. تحياتي للكل لأبونا أليكس. أهلا بيكي يا أخت بان. ربنا يباركك، تفضلي. أبونا أليكس مشتاقت لك كثير ومشتاقة لصلاتك. أهلا بيك، تفضلي. أبونا أليكس أريد أرفع صوتي لكل المسيحيين. أيوة. أن يتحدوا بإيد بإيد للتبرعات، أن علي صليبنا دائما بيكون صليبنا عالي ومتنور بالعالم كل. برافو عليك، أشواق حلوة. عاوزين نرفع. نعم. المسيح على أناشد كل الصليب على العالم كله، اللي بالعراق وبالكندا وبأمريكا. أمين, أمين. أمين. ربنا يباركك يا أخت بان. أنا عاوز أقول لك يا أختي بان أنه نعم المتبرعين هيساعدونا أو هيساعدوا القناة علشان يدفعوا الإير تايم ويدفعوا. أنا شيء يعني أنا قاعد في استوديو كبير فيه أنوار، فيه حوالي نعم مثلا. نعم عفوا صوتك جدا بعيد. طيب أنا بقول يعني أنه تعديد الأشخاص للكرمة، أنتوا شايفين. نعم. بس اتنين على الشاشة، لكن إحنا ورانا فريق بيشتغل يمكن حوالي 20 شخص عشان. نعم. يطلع الصورة والصوت وعشان نقدر نصلي معاكم. فمساعدتكم ما بتأثر على ميزانيتنا، سواء كان 10 أو 50 أو 100 ولا حاجة. نعتبر واحد من أولادنا بعض الأحيان بيصرف يومي 10 20، ما بتأثر. هي هتأثر بالزيادة صدقينا أختي بان. ما نعم في أبونا. ما في شريك وما في حد دخل شريك إن شاء الله عمل نقي. ينور القلوب كلنا. أمين. نتساهم ونشارك دائما ونكون من الأولين دائما. هي هتأثر. أمين. بالبركة على الولاد، هتأثر بالزيادة، كل شيء. نعم بالزيادة. كل شيء يزداد لأنه المعادلة واضحة، أعطوا تعطوا كيلا ملبدا. نعم. مهزوزا تأخذون في أحضانكم. الرب أمين. أمين وبيرد ولا ينسى تعب المحبة، فالتأثير هيكون في البركة والزيادة والشفاء، وإن احنا نقضي ساعات أطول معاكم في الصلاة وطلب الرب، كلها تكون. نعم تأثيرات أبونا. إيجابية أختي بان. نعم أبونا. أمين. صلي معي. ريت تصلي لنا كمان أبونا لو سمحت لعائلتي ولأولادي. حاضر. ماشي. وأهلي. يا رب أنا بشكرك من أجل أختي بان اللي عندها غيرة إن اسم يسوع والصليب يكون مرفوع في كل العالم يا رب، لأن دي أيام حصاد، اللي قلت عنها الحصاد كتير ولكن الفعل قليلون. يا رب اجعل أكبر عدد بل كل المشاهدين الذين يشاهدون الآن يشاركونا سواء بالإنترنت أو بالتقدمة. نشكرك يا رب لأجل السودان اللي قدمت، أشكرك لأجل مريض القلب اللي قدم 400 دولار، بشكرك يا رب من أجل أختي بان، بارك عائلتها. إن كان يا رب في تأثيرات للعطاء فهي تأثيرات للبركة وتأثيرات للشفاء. يا رب نعم، إن كان العالم من حولنا يجوع ويعطش، ولكن نشكرك يا رب لأنه أعطيتنا الوعد أننا أفضل من طيور السماء وأفضل من زنابق الحقل التي بتطلع يا رب وغدا تلقى في التنور. لكن يا رب إحنا بنجيلك بقلوبنا، بنجيلك بملنا، بنجيلك ونقول كل ما زي ما قلت كل ما هو لي فهو لك. بنقول لك يا رب كل اللي عندنا هو ليك، صحتنا وقوتنا ومالنا وبيوتنا. قلت بهذا يعلم الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. أعطينا يا رب أن نقدم للمسيح في قناة الكرم
ونعرف يا رب أن محبتك ما فيش حل للعالم العربي اللي فيه نفوس بتفقد كل يوم ودماء بتسفك غير أن دم يسوع يترش على كل دولة وعلى كل بلد، وإحنا بنشوفك بتحرر وبنشوفك بتشفي. بارك كل أخت بان وكل عائلة نظيرة تشاهدنا، أبنائها وبناتها، ونقول يا رب كلل موسم الحصاد بجودك وأثارك تقطر دسمة. آمين آمين. شكرا يا أخت بان، شكرا اتصالك حبيبتي. شكرا حبيبي أبونا لك. أهلا بك. أشكرك. أهلا شكرا أشكرك. للخوات كلهم. شكرا ربنا للخدمة. يباركك. شكرا يا حبيبتي، ربنا يباركك، مع السلامة. معنا الأخت نجلاء من كاليفورنيا. أخت نجلاء أهلا وسهلا. سلام ونعم عليك يا أخت سلوى. أهلا، سلام الرب معاكي، تفضلي. زيك حبيبتي. أهلا. زيك أسيس أليكس. أخت نجلاء شمعون. أهلا. نعم نجلاء شمعون. أهلا وسهلا بك. بشكرك لأجل اتصالك وتشجيعك المستمر، تفضلي. أنا اللي أشكركم أسيس وأشكر رب وأشكر قناة الكرمة. يا رب. حقيقة أنا دا أتصل حابة إنه أشجع قناة الكرمة. الكرمة عملت معي كثير كثير. صدقني أسيس الكرمة علمتني إنه الغالي اللي في إيدي هو مو أغلى من الرب. الرب يبارك. علمتني إنه لما أعطي الغالي صدقني الرب يكافئني بأضعاف. هللويا. جربتها كثير مع الرب. نعم صح. هللويا. عن اختبار. كمان علمتني قناة الكرمة إنه أكون أمينة بعشوري. علمتني كيف أصلي، لأن الكرمة غيرت حياتي بالكامل، مو بس حياتي أنا لا، وكأنه هي عدوة لزوجي وأطفالي وأهلي وخواتي. أشكر الرب. كمان الكرمة أسيس عرفتني على شخصك، وعرفتني على أخت سلوى، وعلى كثير العاملين بالكرمة. أشكر ربي، يعني أنا لما أحتاج صلاة صدقني رايد أواي 911 عندي الكرمة. هللويا. ربنا يباركك. أشكر رب. مبارك اسم الرب. ربي يباركك. ربي يباركك. أشكر رب. صدقني حتى الكرمة أنا عرفتني على كنيسة. أنا كنت ما أعرف كنيسة هون بسان دييغو، لكن عن طريق الكرمة أنا عرفت الكنيسة وصرت أنتمي لكنيسة. أشكركم كثير وأشكر ربنا يباركك حبيبتي، ونشكر رب من أجلك. كنت حابة أعلق على كلامك أسيس أليكس، كنت تحكي إنه اللي يعبدون الأصنام ويرقصوا ويغنوا وبالأبواق حتى هذا الصنم يستجيب. أيوة. مع كل الأسف موجودين بحياتنا كثير ناس هم بالاسم مسيحيين. أيوة. ويحكوا إنه إحنا عطينا، إحنا ساعدنا، عندهم روح الاكتفاء. هم مو حاسين إنه هم دا يعبدوا صنم، ولما يصلوا ما في استجابة يحكوا وينه رب العالمين، ليش ما دا يستجيب؟ أيوة. هم دا يعبدوا صنم وهم مو عارفين ومو حابين يعرفوا. هاي المشكلة. صلي لأجلهم أسيل سبليل. أمين أمين أختي. وكمان صلي لأجلي إنه الرب يعطيني شهية بدسم لقراءة الكتاب المقدس. أمين. أصلي. أمين. ربي يبارككم. يا رب نشكرك من أجل أختي نجلاء ومشاركتها في معظم الحلقات وتشجيعها لينا. يا رب شهوة الصديق تمنح، هي تشتهي يا رب لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته. أعطيها أنها تعرفك أكتر وتزداد في المعرفة والفهم الروحي. وأعطي يا رب كل من يتبع إله غريب أو يتبع إله غير معروف أن يأتي ليعرف الإله الحقيقي وحده ويسوع المسيح الذي أرسلته. باركها مع أهل بيتها، ونشكرك من أجل عطاياها وتقدماتها المستمرة واستثمارها في ملكوتك. آمين آمين آمين. ربي يبارككم. شكرا يا عزيزتي. آمين. ربنا يباركك. شكرا لاتصالك. معنا الأخت سامية من كاليفورنيا. أهلا وسهلا بك يا أخت سامية. أهلا بك يا أخت سلوى. وأهلا بدكتور أليكس. أهلا يا أخت. ربنا يبارككم ويبارك سامية. حياتكم. وكل سنة وكل عيد يتعاظم الرب في الكرمة يوم بعد يوم وسنة بعد سنة. أمين. قد إيه فرق معايا اللوجو اللي حاطين وعيد الحصاد. أنا مش عايزة أقول لكم قد إيه فرحانة، فرحانة جدا. ربنا يبارك. إحساسي بالعيد فعلا، أنا حاسة بيتي مليان بالعيد. فكل مرة بيبقى فيه عيد حصاد بشوف عيد فعلا، أنا بحس بكل الفرح وكل الروعة اللي بشوفها وبسمعها من خلال اختبارات من أجل برامج حية. أنا عايزة أقول لك يا أخت سلوى قد إيه ربنا باركك، والنهاردة بيديني أشوف بعناية وشفتك في كذا برنامج. الله قد إيه مستخدمك بمسحة غير عادية. ربنا يباركك. ربنا يستخدمك. وده جه الوقت اللي أنا
بيتحقق في رؤيتي واللي كنت بتمنى أشوفك فيه. الله يدهوني بعظم الرب، بعظم الرب فيك يا دكتور أليكس. شكرا أختي سامي، استخدامه ليك يوم بعد يوم. أنا عايزة أقول لك أنا متأكدة أنه كل ساعاتك في يد الرب، الرب مستخدمك بقوة غير عادية. شكرا ليك، ربنا يباركك يا سامي. مشغولة قوي. الموضوع اللي اخترتيه أخت سلوى موضوع رائع. دي شخصيتك أنت كده، ربنا يباركك يا سامي. أنا دايما بعتبرك زي كلب ابن يافونة لما قال لي يشوع كده سامية ده أنا غلبانة، حرام عليك. وأنت بتتكلمي عن الجبال، وإزاي جبل يعني تحدي، جبل يعني صعود، جبل يعني أنا بسيب الأرض، إن إيديا تتفك من الأرض وأطلع على الجبل. قد ايه الرب النهارده بيتحرك بينا من جبل لجبل. وانا شايفه انه في شعب للرب، في خاصه كده مقدسه، ناس تحبين قوي الرب ياخد بايديهم ويصعد بيهم على الجبل. باسم يسوع. امين يا رب. الله يعمل فينا. الله حط النهارده قدامي وانتوا بتتكلموا داود كده بيقول له في مزمور 15، يا رب من ينزل في مسكنك، من يسكن في جبل قدسك. نعم. وابتدى يدي صفات الشخص اللي ممكن ويقدر يسكن في جبل قدس الرب. لما كانت الأخت الرائعة المرنمة المسبحة اللي اتكلمت من أوروبا، لمست قلبي قوي قوي وهي بتسبح، والرب أكد لي على الجزئية اللي حطها قدامي. يقول كده في إشعياء 56 عدد 6، وأبناء الغريب الذين يقترنون بالرب ليخدموه وليحبوا اسم الرب ليكونوا له عبيدا، كل الذين يحفظون السبت لألا ينجسوه ويتمسكون بعهدي وعد الرب ليكم يا حبايبي. ولكل نفس حتى أنها غريبة وجاية من أرض بعيدة، لكل عابر، لكل منتصر، وعد الرب لي النهاردة آتي بهم إلى جبل قدسي باسم يسوع، وأصرحهم في بيت صلاتي باسم مبارك اسمه. أمين. وتكون محرقاتهم وذبائحهم مقبولة على مذبحي. أمين. لأن بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب. باسم يسوع. رب قابل كل محرقاتكم، كل ذبائحكم. أنا بشجع كل نفس النهاردة بتسمعني، تعالوا تعالوا كده بقلب الامتنان والشعور بالعرفان بالجميل للي أنقذنا من الموت للحياة. أنقذنا من الظلمة، إدانا نور، إدانا نفسه، إدانا نفسه. إن كان إبراهيم حط ابنه إسحاق على المذبح أغلى ما عنده، الرب بذل نفسه من أجلنا، حط نفسه، لم يحسب خلص أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه. أخذ صورة عبد من أجلي ومن أجلك ومن أجلك، علشان نقدر عمله ونقبل عمله. لكل نفس ما قبلته الرب، يا ريت النهاردة تقبل الرب. كل نفس قبلته تقول له رب ما أعظمك. أمين. أنا بلقي التبر على التراب وذهب أوفير بين حصى الأودية. أنا أنت تبري الحقيقي. أنا رب بقدم النهاردة محرقات، أنا معترفة بجميلك، أنا بشكرك وبعظمك من خلال تقدمات أنت حطيتها في إيدي. أنا عايز أقول لكم جزئية عملية في حياتنا حبايب الرب، قد إيه لما أولادنا بنفضل نصرف عليهم طول العمر، مش 100 ولا 200 ولا 1000 ولا 2000، آلاف، وبيجوا في يوم كده ويكبروا ويدركوا. أيوة أيوة. قد إحنا تعبنا معاهم وبيبتدوا يدولنا يمكن هدايا بسيطة، قد إيه بنشوفها كبيرة، قد إيه بنشوفها رائعة. وإحنا يا ترى بندي الرب عن محبة ولا بنفاصل مع الرب كده كفاية ليك العشور بس، مالكش أكتر من كده. يا ترى بندي وبنقول له أنت الغالي، يرخص كل غالي قدامك. نعم يا رب. أنا بشجع نعم. كل نعم. نفس بتسمعني النهاردة. نعم. ومعترفة بجميل الرب وإحسانه. نعم. نسيب الأرض بقى ونطلع على الجبل، جبل مقدس الرب. هاليلويا. نستثمن مبارك محرقاتنا قدامه. نعم. ونقول له رب إحنا بنحط كل غالي على المذبح. أختي سلوى ودكتور أليكس، ربنا يبارككم، يستخدمكم ويستخدم الكرمة توصل فعلا وتمتد أغصانها وتمتد جذورها وتمتد كده فرعينها لكل مكان في كل الأرض، وتصل كلمة الأرض كلمة الله
كل الأرض كما تغطي المياه البحر. أمين. والرب معكم. شكرا يا حسام، يا ربنا يباركك ويكافئك كل خير على محبتك للكرمة ومحبتك اللي عاملين فيها. أحبائنا المشاهدين هنطلع فاصل وهنرجع تاني نكمل معاكم، فانتظرونا. يلي حولت المرارة اللي في حياتي الترنيمة، حتى ضعفي وجهلي قلبي ما منعش الأحزانات. يلي حولت المرارة اللي في حياتي الترنيمة، حتى ضعفي وجهلي قلبي ما منعش الأحزانات. كل ثانية في عمري عدت لو هتحكي تقول كتير، كل نبضة في قلبي غنت بفتكر لك كل خير. كل ثانية في عمري عدت لو هتحكي تقول كتير، كل نبضة في قلبي غنت بفتكر لك كل خير. بفتكر لك، بفتكر لك، بفتكر لك، بفتكر لك، بفتكر لك كل خير، بفتكر لك كل خير. احساناتك تاج وطول على راسي وعلى قلبي، وجوهر التاج اللي فوق ده كله موت صلبي ربي. احساناتك تاج وطول على راسي وعلى قلبي، وجوهر التاج اللي فوق ده كله موت صلبي ربي. ده اللي خلى ناجي ساجد واحني راسي واقول صغير، في الصليب انا صرت واجد، في المسيح نعم المصير. بفتكر لك، بفتكر لك، بفتكر لك، بفتكر لك، بفتكر لك كل خير، بفتكر لك كل خير. لولا مسكت ايدك انت كنت اضيع، ويا اللي ضاع انا مش افضل من اللي خان وانجر واللي باع. لولا مسكت ايدك انت كنت اضيع، ويا اللي ضاع انا مش افضل من اللي خان وانجر واللي باع. قلبي مد يقولك يا غالي، عمري كله هعيش أسير، نعمتك رأفت بحالي ورح تكمل يا قدير. قلبي مد يقولك يا غالي، عمري كله هعيش أسير، نعمتك رأفت بحالي ورح تكمل يا قدير. بفتكر لك، بفتكر لك، بفتكر لك، بفتكر لك، بفتكر لك كل خير، بفتكر لك كل خير. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين مرة تانية بعد الفاصل.
الحلقة فاضل لها حوالي تلت ساعة، فإحنا هنحاول نلم الموضوع بتاعنا علشان تقدروا تطلعوا باستفادة معينة. ونشكر رب إن إحنا منتهزين فرصة جناب الأسيس أليكس معنا. أهلا بيك. ربنا يباركك أسيس أليكس. ما زلنا في جبل الكرمل وعايزينك تقول لنا كده بإيجاز إيه اللي حصل على الجبل عشان ننقل على الجبل اللي بعده بالنسبة لإيليا. هو جبل الكرمل بيعبر عن محاولات الناس إن الله تسمع، فممكن يزود عدد ساعات الصلاة ما فيش إجابة، ممكن يرفع صوته يقول لك لما علي صوتي هيسمع، صرخوا بصوت عالي. طيب لا سمع بالصوت العالي ولا سمع بعدد ساعات الصلاة، يعمل ايه؟ قطع نفسه بقى. فقال لك تقطعوا حسب عاداتهم بالسيوف. واحنا بنشوف العبادات دي ناس تلاقيها بتضرب على راسها وبتضرب على ظهرها، فاكره ان هو هيسمع بالطريقه دي، يا يجرحوا نفسهم. عبادات كتيره يعني بيسفكوا دماغهم، فكره انه طب هنصعب على ربنا بقى فهيسمعنا. اكتر من كده ضربوا نفسهم بالرباح. انا عاوز اقول لك انه الديانات الغريبه لمؤاخذه اغتسال يعني بتجنن الناس. لما الواحد يضرب نفسه بسيف ولا يضرب نفسه بجنزير ولا يفضل يلطم ولا يدي على وشه ولا ينام على مسامير ولا يعمل ده الطب بيصف انه دي امراض نفسيه ذكرتها في كليه الطب، ده من امراض الاحباط ومن امراض الفشل، لان الشياطين يعني ذاك كان منذ البدء قتالا للناس. طبعا. فالواحد لو ما عرفش الرب معرفه حقيقيه هيخليه يضرب نفسه لغايه لما يموت. واذا ما لجاش لدم المسيح اللي فيه الحمايه يبقى هيقطع نفسه وهيكره حياته وهيكره نفسه، وفاكر انه لما هيقطع نفسه هيسمع. اللي اكتر من كده يعني انه آلهة البعل او آلهة العالم آلهة قاسية ما بترحمش. الناس بتضرب نفسها وبتعذب نفسها بكل انواع العذاب. لكن إيليا عمل ايه؟ فلما جاء الظهر ولم يكن صوت ولا مجيب ولا مصغي، قال إيليا لجميع الشعب. اولا نشوف بقى ديانة الاله الحقيقي. ديانة فيها سلام. اول حاجة قال لهم تقدموا الي في هدوء كده، تقدم ولا عاوزين حد يصرخ ولا حد يزعق ولا ميكروفونات. فرمم مذبح الرب المنهدم في عدد 30. ثم اخذ يبقى ايليا 12 حجر بعدد اسباط بني يعقوب. يبقى الاله الحقيقي ده يسمع ليك ولاولادك ويسمع لكل فرد من افراد الشعب. وكان ايليا قائلا كلام الرب اسرائيل يكون اسمك، وبنى الحجارة مسبحا باسم الرب وعمل قناة تسع كيلة. لاحظ هنا أنه إيليا بيتصرف في إيمان. الإله الحقيقي يقودنا للإيمان. كمان علشان يؤكد الإيمان الحقيقي ليه علامات. فعمل إيه؟ وهو بيبني الإيمان الحقيقي في ترتيب. يقول لك إيه؟ رتب الحطب. يعني مفيش استعجال، مفيش خوف، لا. واثق من إيليا. إلهنا إله إيه؟ ترتيب. إله ترتيب. إله نظام. يبقى مش هرجلة، لا أقطع نفسي ولا رماح ولا سيوف، أنا بمشي بحسب الترتيب الإلهي. إله ترتيب ولا نظام. يبقى إذن إيليا ولا كان عنده اضطراب ولا كان عنده خوف، وبيتصرف في هدوء وبيتصرف في ترتيب. وبعدين قطع السور وضعه على الحطب. الإله الحقيقي يخلي الناس كلها تشترك في البركة وفي الاستجابة. ليه؟ هو عمل الجزء الأكبر تجاه المحرقة وتجاه الذبيحة، لكن قال للناس إيه؟ أنتوا كمان املأوا 4 جرات ماء وصبوا على المحرقة. يبقى الإله الحقيقي يوحدك في جسده ويوحدك في شخصه. عشان كده احنا صرنا أعضاء جسد المسيح. ويقول لك يعني صب مية، الماء يشير إلى سكيب الروح القدس وغسل الماء بالميلاد الثاني بالكلمة. غسل الماء بالكلمة. الذي مثاله يخلصنا المعمودية لإزالة وسخ الجسد، لكن سؤال ضمير صالح من جهة ربنا يسوع. يبقى إذن الديانة الحياة، ديانة ترتيب، ديانة امتلاء، ديانة اشترك فيها كل الشعب. وقال لهم إيه؟ ثنوا وسلسوا. ده إشارة إلى السلوس، زي ما احنا بنقول عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. هؤلاء الثلاثة واحد في واحد في واحد يساوي واحد، باسم الآب والابن والروح القدس. وكان عند إصعاد التقدمة أن إيليا تقدم وقال، ولا صرخ فيه ولا عمل زي موسى ضرب الصخرة. قال يعني لو أنت بتعبد إله حقيقي نادى عليه.
احترام يعني انا اله بيحترمني بيكلمني لا بالصراخ ولا بصوت عالي. قال واحد واقف قدام 850 من انبياء البعل قال صرخوا وصوتوا وقطعوا نفسهم وده بيكلم ربنا زي ما احنا بنتكلم كده اختي سلمى. قال ايه؟ ايها الرب اله ابراهيم واسحاق واسرائيل. قال عبارتين بالظبط: ليعلم اليوم انك انت الله في اسرائيل واني انا عبدك وبامرك قد فعلت كل هذا. طيب هنا نلاقي انه ايليا وصل الدنيا كلها ببعض. اولا فكر الله بمواعيده، الله بيستجيب لانه اله ابراهيم واسحاق ويعقوب، اله المواعيد، واحنا نسل البركه اولاد ابراهيم بالايمان. ثاني حاجه ما طلبش، ما قالوش يا رب وريهم ان انا الحق وهم الغلط. ما طلبش يعني مجد نفسه، ما طلبش مجد ذاته. طلب ان يعرف الله في وسط الشعب كله. وانا عبدك يعني وبامرك قد فعلت كل هذه الامور. كان ايه؟ يبقى اولا ذكر الله بمواعيده، كان عنده الايمان، كان عنده امر اله انه يعمل كده. رابع حاجه انه كان عنده يقين، قال فعلت كل هذه الامور، شاف الامور كلها تمت وشاف الامور كلها فعلت. ما قالوش يا رب من فضلك اعمل او ستفعل، لا قال فعلت يعني في الماضي. خلاص يا رب انا متيقن انك استجبت، انا متيقن انك سمعت، لانه ينبغي ان الذي ياتي الى الله يثق انه موجود ويجازى. خلاص يا رب اشكرك انك استجبت. ممكن اقول لربنا انك استجبت قبل ما اشوف الاجابه؟ بعد كده قال له استجبني واستجبني ليعلم الشعب انك انت الرب الاله. ده النوع تاني بقى، في استجابه في الماضي، في استجابه في الحاضر. وما قالش عشان الشعب يعرف ان انا على حق وهم باطل، لا انا يا رب عاوزك ليعرفوك انت ويحول القلوب رجوعا اليه. فسقطت نار الرب واكلت المحرقه. اذا الاله الذي يجيب بنار هو الله. هو قال يعمدكم بالروح القدس ونار. النار الالهيه دي بتنقي، لان النار اشاره لتصفيه الداء، والنار ما حدش يقدر يختلف عليها، والنار ما حدش يقدر يقف قدامها. ولما راى جميع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم على طول. اللحظه انه الله استجاب لطلبه ايليا واستجاب للشعب، الشعب سكب المياه، فالنار جاءت استجابه لايليا، واللي عمله الشعب ولحست المياه في القناه. فلما راى جميع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم وقالوا الرب هو الله، وامسكوا انبياء البعل ولم يفلت منهم احد. وبعد كده قتلوا انبياء البعل وتقدس الشعب. بعد كده بقى ايه؟ جه المطر وجت بركات تانيه كتيره، وقال في غيمه صغيره، وبعدين جاءت سيول وانهار، والرب عالج الجوع كله. نشكر الرب، نشكر الرب. احنا معانا الاخت جانيت من ميتشيغن. اهلا وسهلا بيكي يا اخت جانيت. مرحبا، اهلا بيكي يا حبيبتي. كيفكم؟ نشكر ربنا. زي حضرتك عليك. اهلا بيكي اختي جانيت. مرحبا، كيفك؟ مرحب، كيفك انت؟ قسالك قبل كم يوم خابرتك على مود بنتي اطلب من عندك صلاه اتبرع ب 500 دولار للكرمه. الرب يباركك اختي جانيت. بس صوتك مو هلبة، بس اطلب صلاه من اجل بنتي خابرتك كان عندها بريست كانسر. هللويا. قبل 5 ايام من خابرتك صليها. ايوه. واليوم عندها شك وما ادري بشيء له في صدرها، عندها اليوم هسه كاس كان، اريد اصليها ساعتها حاليا بالمستشفى حتى الله يجاوب كل شيء ما يطلع لها. امين امين يا اختي. امين امين. فكريني اسمها، من اجلها اسمها ايه؟ اسمها ايه يا حبيبتي؟ هذا المرض اسمها ايه يا اختي جانيت؟ ايه اسم بنتك؟ اسمع صوتكم مو هالقد صافي، ما اسمع. اسم بنتك ايه يا حبيبتي؟ ايه ما اسمع. اسم بنتك ايه؟ اسمها سيلفانا. سيلفانا، حاضر. اوكي. خابرتك قبل كم يوم. معلش انا بيجيني طلبات كثير. بس اريد مشك بغير شيء بصدرها. حاضر. اريد انت تسعى تصلي على مود حتى لا يطلع كل شيء. في اسم يسوع. حاضر. يا رب احنا بنشكرك من اجل اختي جانيت، بنشكرك يا رب من اجل تقدمه 500 دولار. يا رب نشكرك لانه انت الاله الغني يا رب، عندك الغنى والكرامه، قنيه فاخره وحظ. يا رب استثمر هذه العطية بعطية العطايا بالرب يسوع ليشفي سيلفانا. يا رب أنا متأكد، وإحنا زي ما كان إلي عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتنا، يا رب تطلع النتائج سليمة من غير سرطان ومن غير أي ورم في الصدر.
يا رب أنا بصلي الآن يا رب أن يشهد الأطباء بصنيع إلهي وعمل سماوي وتدي للإسكان يا رب أو أي عينة أنها تكون سليمة تماما. إحنا أعضاء جسدك يا رب، اتحدنا بالرأس السليم وقلت يا رب عظم من عظامك لم يكسر، لنا الحق يا رب أن إحنا نأتي ونتحد في الرأس الذي هو المسيح الذي منه كل الجسد ينمو مقترنا معا بمؤازرة كل مفصل. يا رب الأخت جانيت أزارت قناة الكرمة $500 وإحنا بنأزرها بالمسيح اللي موجود في هذه القناة بالشفاء الإلهي وعطية ونعمة يا رب تأتي الآن على سيلفانا وتشهد وتتكلم الأخت جانت يا رب وتقول بكم صنع بها الرب ورحمها. هي قدمت يا رب محرقة عن بنتها وزي ما قدم إبراهيم إسحاق على المذبح وفديته بكبش، إحنا بنقول لك يا رب افدي بنتها بالذبيحة اللي قدمتها اليوم يا رب، افديها من المرض وافديها من التعب. ونثق يا رب أن كل مريض يشاهدنا أو مريضة لديها سرطان في الصدر أو أي ورم من أي نوع، ننتهر جميع الأورام الخبيثة وننتهر جميع الأورام الحميدة. ونثق يا رب أنها تخرج قوة الآن من الشاشة تغمر كيان وجسد كل من يشاهدون ويسمعون بالقوة وبفعل الروح القدس. حرك قلوب أكتر يا رب. الأخت جانت قدمت بالإيمان لأنها تثق في الإله الشافي وتثق يا رب أن الركب الساجدة أقوى من الجيوش الزاحفة، ونحن واثقين في أمانتك أنك يا رب لن تردها لكن تستجيب وتسمع وتستجيب لنداء الشفاء الذي نوجهه إليك. أمين آمين. أشكرك. شكرا. شكرا أختي جانت. الرب يبارك. رب يكون معك. يا أهلا وسهلا. شكرا. حسب إيمانك يكون لك يا أختي. شكرا. مع السلامة. بقي لنا كم دقيقة كده قليلين على الحلقة يا حط الأسيس. في ابن الرب من مصر في دقيقة واحدة بس ممكن يعني نشوف المكالمة بتاعته ونصلي له إذا كان محتاج صلاة، لأن عندنا 6 طلبات صلاة وحنقفل الحلقة. أهلا وسهلا ابن الرب من مصر، اتفضل. ألو. أهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. مساء الخير لجناب القصة ولحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. أنا مش هطول عليكم بس الموضوع يتلخص في ان احنا كنت انا وزوجتي وبنتي مسافرين راجعين كندا وهي من 35 يوم فوجئت ان هي خدت البنت وراحت لاسرتها، لان هي لحد دلوقتي انا حتى مش عارف الاسباب بالضبط، واسرتها دي مش في مصر، في محافظه تاني. أوكي. ولما رحت لهم اهلها قابلوني بطريقه صعبه قوي 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 قوي، وطبعا حصل يعني موضوع السفر اتبهدل خالص. بس انا بكلمك يا جماعه القصه مش عشان هي ترجع البيت بس. ايوه. لا هي بالرغم انها بتشتغل في هيئه مسيحيه لكن هي بتؤمن بانه الصلاه تضيع وقت والواحد يعمل الحاجه بايديه وبدماغه. حكايه الصلاه لفترات او حتى وقت قصير ده تضيع وقت. فانا مش مساله انها ترجع البيت بس وان احنا نرجع بلدنا تاني هي كندا، لكن الفكره كمان انها ترجع لربنا. ايوه. انا دي مصرمم عليها بشده لأن هي دي حجر الزاوية في حياة أي واحد. نعم. صح مظبوط. صح. الحاجة الثانية إن أنا عندي يعني ضعف جديد في القدرة إن أنا سامح بشكل عام وبالذات في الموقف ده، فأنا بصرخ لربنا وبطلب من حضرتك إنك تصلي. أمين. إنه إن إن يعني اخد قدره على التسامح. ربنا يدهاني ده لو انا مؤمن بان انا بغلط وانا عارف ده كويس وطالب من ربنا يسامحني على اخطائي، فمؤكد نفس الشيء لازم اعمله للاخرين وانا مش قادر. امين. ذات الموضوع الاخير هيصلي لك. أمين. الاسيس اليكس هيصلي لك حالا دلوقتي. يا رب انا بصلي من اجل ابن الرب يا رب، وكل من يشاهدنا عنده مشاكل مع زوجته او مشاكل مع ابناء او مشاكل عائليه،
يا رب الصلاة مش تضيع وقت، لأنك أنت في أيام جسدك قدمت طلبات وصلوات وتضرعات للقادر أن يخلص، وقلت صلوا في كل حين ولا تملوا. يا رب أنا بصلي أنك تهدي قلب الزوجة وتأتي بيها يا رب إلى محبة الأولى عند أقدام المسيح. بصلي من أجل ابن الرب أنه يغفر الخطية، صعب لما بتكون مواقف عائلية وزوجة وابنة تركوا البيت، لكن يا رب إن أخطأ إليك أخوك اذهب وعاتبه. وقلت إلى كم مرة ينبغي أن نسامح؟ 7 مرات 70 مرة. يا رب التسامح والغفران ده عطية، كما غفرت لنا الكثير أعطينا أن نغفر بعضنا لبعض، لأنه بنقول يا رب وبنصلي اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة. يا رب اديله نعمة الغفران تنسكب في قلبه، وزي ما كبعد المشرق عن المغرب أبعدت عنا معاصينا وقلت لا أعود أذكرها فيما بعد. ما تسمحش يا رب أن أي واحد عنده موقف عدم غفران في قلبه أنه يفضل يشهر بالآخرين أو يتكلم عليهم، لكن يا رب أن بيقول لا تدينوا لكي لا تدانوا. اجعلنا يا رب لا ندين، لأن بالدينونة التي بها ندين ندان. يا رب لا شيء من الدينونة على الذين هم في المسيح. أعطي نعمة الغفران والمسامحة وبركة لبنته وزوجته أنهم يرجعوا إليك أولا ويرجعوا لبيته. أمين أمين. شكرك. أمين. شكرا. الرب يكون معاك وإن شاء الله نطمن ونسمع أخبار حلوة عن حضرتك. الرب يكون معاك. أكلم حضراتكم تاني. أمين. الرب يكون معاك. احنا عندنا طلبات صلاة دلوقتي، بس هنقول الأفكار اللي الروح القدس حطها قدامنا قبل ما نختم الحلقة. الرب حط قدامنا الجبال اللي بتعترضنا في الطريق. من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا؟ قدام الجبال وقدام الجبال ما بتقدريش أنك تتسلقيها، وإحنا محتاجين نعدي فوق الجبال. مش هينفع نعدي لوحدنا، لكن الروح القدس هيمسك إيدك وهيمسك ايدي وهيمسك ايدك وايدك وايد كل واحد فينا علشان يعبر بينا هذه الجبال. اول جبل اتكلمنا عنه جبل النجاة، اللي هو جبل أرارات اللي نوح حط الفلك عليه ورب انقذه من الفيضان. تاني جبل واروع جبل فيهم اللي هو جبل الجلجثة، اللي فيه رب المجد قدم لنا اروع قصة حب على مدى الاجيال والازمنة، بانه سفك ابنه وحيد ربنا يسوع المسيح لأجل كل واحد وكل واحدة. مكتوب الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه أيضا كل شيء. ده الجبل الثاني، جبل الجلجثة، جبل الامتحان، جبل المرية اللي راح إبراهيم فيه عشان يقدم ابنه إسحاق على جبل المرية. والرب عايز كل واحد فينا يقدم الغالي اللي بيحجب ان البركه عنه. خلي بالك الروح القدس هيلمع قدامك ايه هو الغالي على قلبك، وخلي بالك ان الروح القدس هيلمع قدامك ويقول لك الحاجه الفلانيه دي غاليه على قلبك ومخلياني مش عارف اديكي بقوه، مش عارف اديكي بسخة، لان انت ماسكه على ايدك جدا في الحاجه دي. في انسان غالي على قلبك، في شخص غالي على قلبك، في حاجه معينه، في مال غالي على قلبك، على قلبك جبل كبير الرب عايز يحررك منه. الحاجة التانية اللي احنا اتكلمنا عليها القرار الحاسم. الرب يدي لك قرار على جبل الكرمل. إيليا أخذ قرار حاسم ورى الناس كلها من هو إلهه الذي يستطيع فعلا أن يعلنه قدام أنبياء البعل وأنبياء السواري. في جبال تانية كان نفسنا نتكلم عليها لكن الوقت ما سعفناش، بنعمة الله هنتكلم عليها في أوقات أخرى. صلي لأجل كل كلمة روح القدس أسمعها لنا. لكن قبل ما نصلي الصلاة الأخيرة حضرة القسيس، هنقول الطلبات الأخيرة اللي وصلتنا دلوقتي. في شخص بيعمل عملية جراحية دلوقتي بسبب حادث، اسمه محب، بيعمل عملية جراحية. في شاب مصري عنده حالة نفسية بيطلب صلاة. في جانيت وأسرتها بتطلب صلاة. في الصلاة لأجل ناجي يطلب الشفاء من السرطان، ناجي. في صلاة لأجل حنان لشفاء العينين بتاعتها والامتلاء بالروح القدس هي وأسرتها. يبقى عندنا حنان ومحب
بيطلب الشفاء لأجل فقدان الذاكرة في الحادث اللي هو بيعمل عملية حاليا دلوقتي، وناجي بيطلب شفاء من السرطان، والشاب اللي عنده حالة نفسية، وجانيت وعائلتها. أمين. حضرتك تصلي لنا حتى القسيس ونختم الحلقة. تفضل. يا رب نباركك لأن في اسم يسوع نطرح كل الجبال ونقول يا رب للجبل في اسم الرب يسوع انتقل وانطرح في البحر. إن كان هذا الجبل مرض أو حالة نفسية أو سرطان أو مشاكل مادية أو مشاكل في العمل، نؤمن يا رب بحبة بإيمان كحبة الخردل نطرح كل الجبال التي على المشاهدين، وأيضا يا رب على القناة إن كان احتياج ل 750 ألف دولار، نثق رب أن سددتها تماما وأنك فتحت يمينك وأشبعت الكرمة وكل حي غنى من رضاك. يا رب أنا بصلي من أجل العملية بتاعت الأخ محب وشفاء كامل يا رب من الحادثة والذاكرة ترجع مرة تانية. أشكرك لأنه العظام اليابسة أنت اللي بتجمعها وأنت اللي بتكسوها باللحم والعصب وتسارع جيش عظيم. أمين. بصلي يا رب من أجل أخونا المصري وكل اللي في مصر وفي أوروبا والمشاهدين اللي عندهم حالات نفسية. يا رب، يا رب خليهم يبتهجوا زي ما بيقول فرح التلاميذ إذ رأوا الرب. ما فيش رؤية مفرحة تقدر بمال مثل رؤية ربنا ومخلصنا اللي هو أبرع جمال من كل بني البشر البلسان اللي لينا في جلعاد. الأخت جانت يا رب وألمها أنت تعلمها، ألم الظهر، ألم الجسد، ونرفعها أمامك لأنك أنت تألمت في كل شيء مثلنا بلا خطية تعين المجربين. الأخ ناجي والسرطان وكل مصابين يا رب بأورام خبيثة أو حميدة، نصلي ونثق يا رب أيضا أن جبل مرض السرطان ينتقل وينطرح في البحر. أمين. ونثق رب أن كل شيء مستطاع للسلطان الذي أعطيته لأبنائك يا سيد، أنه بحسب إيماننا يكون لك. الإيمان يا رب الذي يحرك الجبال، الإيمان الذي به نثق رب أننا دخلنا إلى عرش نعمتك ونلنا المصالحة والغفران والشفاء. أيضا يا رب أصلي لأجل كل شخص طلب طلب حنان ومرض العيون وعائلتها. يا رب كل من لديه مرض في العيون أو لديه أي مشكلة في العيون، أنا بصلي أنك تدي كلير فيجن وتدي يا رب الكل بنورك يرى النور وتخلق عيون من جديد وتخلق بصر من جديد. كل يا رب من له طلبة صلاة ولم يستطيع الدخول على الخط أو الاتصال بينا، بصلي يا رب لأجل جميع المشاهدين والمشاهدات، وبنقول لك يا رب احنا صرنا من خلال هذه القناة روح واحد، نفس واحدة، جسد واحد، وحتنا يا رب في محبة المسيح الفائقة المعرفة. يا رب كما تبارك هذه الكنيسة المجتمعة باسمك وهذه القناة، قلت ان اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي هناك اكون في الوسط، ونحن اجتمعنا بعشرات وألوف وملايين المشاهدين. أصلي يا رب أن حضورك يملأ كل بيت، يملأ كل نفس وكل من له طلبة. أمين. وأرفع يدي نحوك الآن، تستجيب وتسمع من السماء، ولك كل الإكرام والمجد. أشكرك من أجل الأخت سلوى برنامجها الناجح، وبشكرك يا رب من أجل تعم محبتها والشحة بقوة من الأعالي. باركها مع أهل بيتها وكل أحبائنا من تعبوا في تقديم هذه الحلقة سواء في التصوير أو الإخراج أو أمين. المكالمات، عوضهم خير في حياتهم وعائلتهم. أمين. 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 أحبائنا المشاهدين بنشكركم للوقت الرائع اللي انتوا قضيتوه معنا واللي احنا قضيناه معاكم، وواثقين ان الرب هيستجيب صلوات كتيرة. الرب يبارككم ويحافظ عليكم. إذا الرب ادانا فرصة تاني وكملنا الحلقة لتكن مشيئة الرب، الرب يكون معاكم ونقابلكم بنعمة الله انت أنا الرب في مجيء الثلاث القادم إن شاء الله، والرب معاكم. أغصانا مثمرة في الكرمة، في الكرمة.
شركائي.